في اعتصام القيادة العامة، سقطت ما سقطت، حرية سلام وعدالة، والوعي قرار الشعب، حرية سلام وعدالة، مدنية قرار الشعب. يشرفنا إخواننا ويسعدنا جدا أن يكون معنا واحد من أنجح المدراء الشباب والشباب اللي بنفخر بهم جدا وبنقدمه دائما كنموذج للنجاح، واحد من المدراء الشباب في مجموعة دال، الأستاذ أيمن سيد أحمد المصباح، هو خريج كلية الإدارة في جامعة السودان علوم والتكنولوجيا، ومثل يحتذى به يعني. هيكلمنا في محاضرة عن ريادة الأعمال في السودان. تفضل أستاذ أيمن. إخواننا نرحب به ترحيب شديد جدا جدا. السلام عليكم، مساء الخير. السلام كلكم، رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. الله يسعدك. الله خير معك ان شاء الله. حقيقه الواحد يبدا كلامه ان شاء الله يعني بالترحم على ارواح الشهداء وعاجلا، ويتمنى ان شاء الله ويدعو بعاجل الشفاء كل المصابين وكل الجرحى حول السودان الحبيب. الحاجة الثانية الدائرة أقول إنه الواحد حقيقة سعيد جدا جدا بكمية الوعي اللي بقى يتشكل في الفترة الأخيرة. سعيد جدا جدا لما جيت وشفت في الإعلان هنا بتاع المنصة بتاعت الباحثين السودانيين إنه حرية سلام وعدالة والوعي قرار الشعب، لأنه الوعي ده حاجة ما هنا يعني. الوعي السياسي، الوعي الاقتصادي، الوعي التعليمي اللي بدأ يتشكل في فترة بسيطة جدا جدا دي حاجة ما هينا أبدا أبدا. للأسف الشديد في الفترة اللي فاتت يمكن كل الناس ما كانت قادرة تشارك أو تساهم بصورة فاعلة في السياسة، لأنه كان في ناس كده قاعدين خانقين لنا في 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 حلوقنا. لكن الحمد لله بتاعت الأربع شهور من بداية الثورة لحد الليلة كل المواطنين، كل الشعب. زمان السياسة دي كانت بتقتصر على شنو؟ على نخبة. أقول لك والله النخبة سياسة ده نشاط نخبوي. هسه الحمد لله كل الشعب بيجي يفهم في السياسة، كل الشعب بيجي يتناقش في السياسة، بيجي في مساحة بتاعت حرية بتاعت رأي. زمان قاعدة زي دي في الشارع ما بتقدر تقعدها، لا لسياسة لا لغير سياسة. ليه؟ لأنه كان في للأسف الشديد مجموعة من الناس بيعتبروا إنه أي تجمهر إنساني هو حاجة ضدهم هم. لو جوا يقول لهم 10 أنفار في أوضة مقفولين يفترضوا إنه والله يا أخي ده الخمسة أنفار ده بيقلبوا النظام. ففي ظل وضع زي ده الناس نمرة واحد ما كان بتقدر تقدم الوعي وتنشر الوعي للناس. الحاجة الثانية ما كان بتقدر تمارس حقوقها، حقك في إنه والله تعبر عن رأيك، عن إنك تقول أي حاجة أنت عاوزها، حقك في إنه تساهم في بلدك بالطريقة اللي أنت دايرها. للأسف الشديد ناس زي دكتور أنور عندهم مجهودات كبيرة جدا جدا عن طريق مجموعة الباحثين وعن طريق مبادرات ثانية اتحاربت بواسطة الكيزان، لأنهم افتكروا إنه أو افترضوا إنه تشكيل الوعي طوالي هو شنو؟ هيكون ضدهم. مجرد ما المواطن الليلة ما واعي ده أو ما فاهم ده بتقدر تسوقه تقول لي يمين بيمش يمين، تقول لي شمال بيمش شمال. لكن مجرد ما الوعي بدأ يشكل الناس بقت تفهم، خلت عقلية القطيع، خلت العقل الجمعي، بقى كل زول عنده فهم وبراو، كل زول عنده رأي وبراو، تاني ما في زول بيقدر يحكمنا. فدي حتة مهمة جدا جدا، والحمد لله إنها بدأت تتشكل. الحمد لله إنه في منصات زي منصة الباحثين السودانيين في القيادة بتنشر الوعي وبتنشر التعليم وبتنشر الفهم التنموي بجرعات مركزة جدا جدا لكل الناس. الحاجة الثالثة بحب أعتذر بس لأنه مبارح هو اتصل بي مبارح وكلمني بالمخاطبة دي، فما لقيت زمن إنه أترجم المحاضرة بتاعتي، لكن المحاضرة كلها هتكون باللغة العربية، بس هتكونوا شايفين في الـ في الـ في العرض التقديمي بالإنجليزي، فأتمنى إنه الحاجة دي ما تشكل إزعاج للناس. أبدأ لكم بس بخلفية بسيطة عني عشان تكونوا عارفين اللي بتكلم معاكم ده منو. أنا اسمي أيمن سيد أحمد المصباح، عمري 27 سنة، مواليد 91، خريج جامعة السودان 2012، من 2008 ل 2012، مرتبة الشرف، حائز على الزمالة الأمريكية لإدارة المشاريع وعضو في الجمعية الأمريكية لإدارة المشاريع، عامل مجموعة من الشهادات في التخطيط الاستراتيجي والتسويق ومجموعة من المجالات من ضمنها ريادة الأعمال من جامعات الصهرة عندكم في الشاشة دي. بديت مسيرتي المهنية في برنامج تطوير الخريجين في مجموعة دال اللي هو من 2013 ل 2015. بعد ما كملت البرنامج اشتغلت في وظيفة اسمها مدير تطوير العلامات التجارية، كنت مسؤول من تطوير العلامات التجارية. لما تشوف والله حاجة زي مثلا في مجموعة دال في دال غذائية بالذات، اسم زي اسم كابو، اسم زي اسم الأول، اسم زي اسم مخصوص،
في فريق بيكون مسؤول من انه يطور الاسم ده ويطور العلامه التجاريه دي ويشتغل عليها. ده كان الفريق اللي انا كنت من ضمنه. اشتغلت في الوظيفه دي سنتين, بعد ذاك اترقيت بقيت مدير العمليات في كوكاكولا. كنت بشرف على بزنس كبير جدا جدا. وظيفتي الاساسيه كان بيتركز في انه انسق بين جميع الاطراف, الشغالين, ناس المبيعات, ناس الانتاج, ناس كده, على اساس انه البزنس يمشي لقدام وتتحقق اهداف البزنس. بعد ذاك تحولت بقيت ماسك منصب التسويق التجاري وعمليات البيع, مدير التسويق التجاري وعمليات البيع في شركة كولا وكابو. مسؤول من كل التسويق المرتبط بالتجاري, التسويق التجاري اللي هو التسويق على مستوى منافذ البيع. يعني لما تتكلم عن دكان, عن سوبر ماركت, عن مطعم, عن هناك, دي بقى تحت مسؤوليتنا نحن, بالإضافة لعمليات البيع اللي هي كل العمليات الإضافية المرتبطة بالبيع. المندوب ده عشان يطلع السوق يبيع محتاج عربية, محتاج جهاز يبيع فيه, محتاج مجموعة من الحاجات. وظيفتنا في إدارة عمليات البيع وقسم عمليات البيع إنه نوفر له كل الحاجات دي عشان يقدر يشتغل بصورة كويسة. أنا برضو مع دكتور طارق أحمد خالد ومجموعة من يعني من صفوة العلماء في المجتمع, أسسنا حاجة قبل سنة اسمها الجمعية السودانية لإدارة المشاريع, وحاليا ماسك المكتب الإعلامي والإعلام فيها. مؤسس برضو كنت مؤسس مساهم لحاجة اسمها محور السودان للأعمال الناشئة أو سودان ستارت أب, اللي هي جهة استشارية الغرض منها إنه والله ننشر الوعي في مجال ريادة الأعمال, وإنه نعمل محاضرات ونعمل توعية ونقدم خدمات استشارية بالنسبة لمجال ريادة أعمال, واللي هو ده هيكون موضوعي الأساسي في المحاضرة بتاعت الليلة. أنا برضو مستثمر وعندي مجموعة من الأعمال الخاصة, بستثمر في مجموعة من الأعمال الخاصة, وعندي مجموعة من الأنشطة الاقتصادية اللي شغال عليها. بحب العمل التطوعي جدا جدا. ساهمت في مجموعة من الفعاليات ومجموعة من الحاجات. كنت مرشد أو مستشار في مسابقة مشروعي لو سمعتوا بها, من التيم اللي كان بيرشد أو استشاري بساعد الشباب اللي اشتركوا في المسابقة دي. شاركت برضو في مجموعة من الحاجات. ما داير أطيل الكلام عن نفسي, داير أخش في الموضوع بصورة مباشرة. طيب هبدأ أول حاجة بسؤال, لو في زول فيكم عارف, في زول عارف معدل البطالة في السودان كم؟ أو معدل العطالة في السودان كم؟ بين الشباب, لو مسكناه بين الشباب ديل اللي هم منو؟ من عمر 15 سنة لعمر 40 سنة حسب التعريف العالمي. في حتات بتزيد التعريف ده بتزيد السنين, وفي حتات بتنقصها, لكن المتوسط هم من 15 سنة لحد 40 سنة. طيب في زول عارف معدل العطالة في السودان أو البطالة في السودان كم؟ 48 بين الشباب, أقل شوي. طيب هتصدموا لما تعرفوا إنه معدل البطالة بين الشباب في السودان هو عبارة عن 33%. 33% يعني شنو؟ يعني واحد من كل 3 شباب سودانيين عاطل عن العمل, ما عنده شغل. يعني نحن هسي مجموعتنا دي لو نحن 20 أو 30 شخص, في 10 مننا ما عندهم أي شغلة. كم؟ ده قبل ولا بعد الثورة؟ طيب فدي حسب الإحصاءات اللي بنشرها البنك العالمي الورلد بنك. لو خشيتوا هسي في جوجل فتشتوا الإحصاءات دي. طبعا للأسف الشديد إنه في السودان ما عندنا أي إحصائيات معتمدة أو أبديتد, أو هي محدثة بصورة دورية عشان نقدر نعرف فعليا كم هي. ممكن تكون زي ما الشباب قالوا 100% أو 90%, لكن أنا بتعامل كزول أكاديمي أو كزول مهني, بتعامل بالإحصائيات المنشورة الحاجة اللي قدامي. لقيت والله الحاجة دي قالت لي 30 بعتبرها 30, لقيت 100 بعتبرها 100. فالحاجة المنشورة لو خشيتوا في 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 إحصائيات البنك العالمي هتلقوا إنه 33%. ده بيعني زي ما قلنا إنه واحد من كل 3 شباب سودانيين عاطل عن العمل, ودي حاجة مخيفة جدا جدا جدا. ده بيعني إنه شنو؟ إنه 30% أو 33% من القوة الإنتاجية السودانية معطلة. يعني في تلت الشعب قاعد بياكل على حساب الشعب التلتين التانين, ودي حاجة خطرة جدا جدا. ده تعطيل للتنمية, تعطيل للاستقرار, تعطيل لحاجات كثيرة جدا جدا. تمام؟
واحد من كل ثلاثة شباب سودانيين عاطل على العمل. طيب هسأل سؤال تاني، في زول عارف التعداد السكاني بتاع السودان كم؟ 40 مليون. كم؟ 40. فعلا هو 40 مليون شخص تقريبا. برضو ما في إحصائية حديثة، لكن بنعتمد على بيانات البنك العالمي. أفتكر آخر إحصائية عملت أو آخر حاجة 2013 أو 2011 حاجة بالشكل. أيوة. طيب فهم 40 مليون. طيب القوة العاملة في السودان كم من ال 40 مليون ديل؟ القوة العاملة كم؟ ما في زول عارف. طيب القوة العاملة حوالي 11 مليون شخص. القوة العاملة ديل اللي هم الناس اللي شنو عندهم قدرة على الإنتاج وإمكانية ورغبة. يعني ما كفاية إنه يكون عندك القدرة على الإنتاج، لكن يكون عندك الإمكانية والرغبة. يعني أنا الليلة مثلا زول قادر أشتغل لكن ما في وظيفة، البلد ما فيها وظائف، أنا قاعد عاطل أو باطل. ففي حالة زي دي شنو؟ بعاني من البطالة. معناتها في حالة زي دي بيحصل شنو؟ أنا ما هقدر أشتغل حتى ولو كنت قادر. فلازم لما نجي نتكلم عن القوة العاملة دي للناس القادرين وعندهم إمكانية ورغبة إنهم يشتغلوا، دي اللي هم 11 مليون. طيب تعالوا نقسم ال 40 مليون عشان نشوف السودان مقسم كيف. ال 40 مليون شخص دين لو جيتوا عينتوا اليوم هتلقوا انه عندكم حوالي 40% من ال 40 مليون دين، كويس، دين اقل من 15 سنه، دين اللي هم اطفال. طبعا بيقولوا على شنو البوبوليشن والتعداد السكاني بتاع السودانيين معروف بانه دوله شابه او دوله فتيه جدا جدا بالمقارنة بدول كثيرة. يعني العالم حتى العالم الغربي أو أوروبا اللي بيتكلموا بها الناس وبيعتبروها مثال ونموذج للتطور، عندهم مشاكل كبيرة جدا جدا في الحتة بتاعة الشباب. هم ماشيين لأنه الحتة بتاعة التنظيم بتاعة الولادة وكده، أغلب الناس الأسر هناك الرجال على نسوان بيمشوا بيشتغلوا، فبالتالي ما بحبوا إنه يتحملوا مسؤولية الأطفال، فقللوا عدد الأطفال. فبقت الدول دي أغلبها بتعاني من مشاكل لأنه كل الناس بقت شنو عجزت، وبقى ما في شباب او ما في اطفال في 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 التعداد السكاني. عشان كده بدوا يحاولوا يطلعوا سياسات يشجعوا بها الناس على الانجاب او يفتحوا. تفضل. الحمد لله. طيب ممكن نفتح فرصه للمداخلات بعد ما خلص. اي خلينا كلنا بعدك نفتح فرصه. تمام شكرا جدا. ف ف ف كنت بقول في شنو انا التعداد السكاني. اي فبدوا يعملوا سياسات عشان يشجعوا الناس على الانجاب، ويعملوا سياسات بتاعت هجره عشان يجيبوا الشباب. دول منها زي كندا زي النرويج زي وين بدوا يعملوا هجره عشان يشجعوا انه الشباب القاعدين واللي عندهم قدره على الانتاج يجي هناك عشان يشتغلوا لهم في الوظائف بتاعتهم، بيجوا ما لاقي لا ناس يشتغلوا فيها. طيب ثاني عندنا بعد ذاك حوالي 56% ما بين عمر 15 ل 64 سنة، وبعد ذاك عندنا حوالي 3% ديل الأعلى من 65 سنة. يعني التعداد بتاع الناس العجائز أو الغير قادرين على العطاء في السودان 3% بس من 40 مليون. باقي ال 40 مليون ديل كلهم، أو لو قلنا وزن 3% دي بتمثل كم؟ بتمثل مليون ولا أقل ولا أكثر؟ أقل لا. طيب الباقي كله، باقي السودانيين كلهم قاعدين في المربع ما بين كم؟ ما بين أقل من 15 لحد 65 سنة. فده دي دي ده بيعني إنه حاجة مهمة جدا جدا، إنه الأولوية الوطنية للحكومات السودانية السابقة واللاحقة مفروض تكون شنو؟ التعليم. ليه؟ لأنه إنت أغلب التعداد السكاني بتاعك تحت سن ال 15 سنة، حوالي قريبا نص، وفي جزء كبير برضو خاشي في الشريحة الثانية اللي هي ما بين 15 ل 65. فالأولوية مفروض تكون للتعليم عشان تضمن إنه الأعداد دي كلها لما تنتقل لمرحلة النضج أو مرحلة الرشد تقدر تساهم بصورة فاعلة في الاقتصاد الوطني. طيب قبل قلنا 11 مليون هم القوة العاملة السودانية، تمام؟ للناس اللي عندهم المقدرة على العطاء أو على العمل وعندهم إمكانية قادرين لأنهم شغالين. 20% من القوى العاملة دي معطلة. يعني أنت لو افترضت أنه يا أخو الله 34% من الشباب عاطلين
و20% من القوة العاملة اللي عندها قدرة على العطاء ما قادرة تشتغل. يعني واحد من كل 5 سودانيين في السودان هو شنو؟ عاطل. والنسبة بتزيد عند الشباب، بتبقى 1 من كل 3 شباب سودانيين. دي طيب مصيبة، مصيبة إذا نظرنا لها من جميع النواحي، لأنه زي ما قلنا معنا تبعني أنه خمس الشاب قاعد بيأكل وبيشرب على حساب شنو؟ 4 أخماس الباقية. أو بمنظور تاني، تلت الشباب قاعدين بيأكلوا وبيشربوا على حساب التلتين التانين. طيب الحل من المأزق ده، هنقدر نطلع من المأزق ده كيف؟ واحدة من المشاكل الكبيرة اللي عملتها حكومة الإنغاز إنها اشتغلت عليه حاجة ما تسمى بثورة التعليم العالي، واللي هي حقيقة ما كانت ثورة، هي كانت قطبة كبيرة. أي زول عنده عمارة فتح له شقة فيها، عمله كلية وجاب له طلاب وبتاع وقدمهم شهادات. مهم جدا إنه نعرف إنه التعليم يقاس بالنوع وليس الكم. يعني أنت لما تجي تقول يا أخو والله أنا عندي 1000 جامعة في السودان، أول سؤال بسألك ليه إنه من 1000 ديل في كم منهم حايزين عليه اعتماد عالمي؟ في الليستة بتاعت الجامعات العالمية أفضل 100 جامعة، 1000 بتاعينك ديل يا سودان قاعدين وين؟ أحسن واحدة في 1000 ديل منه جامعة الخرطوم. جامعة الخرطوم الليلة وين في 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 في, في ترتيب الجامعات العالمية؟ ف بعيدة جدا، أكثر من 75، أبتكر في 400 أو في 300. وحاجة مؤسفة، لأنه أنت بتلقى إنه في جامعات تأسست بعدها في الخليج القريب ده حايزة على تقدير أو على سكور أعلى منها بكثير. فأي زول يغشك يقول لك والله ثورة التعليم العالي والإنغاز عملت الكباري وعملت الجامعات، تدي على راسه طوالي، لأنه الجامعات ما 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 تقاس بكمها، تقاس بالجودة بتاعت التعليم أو الجودة بتاعت المخرجات بتاعتها. ودي حاجة سنتفت تماما. فمحتاجين إنه يكون في تعليم بجودة عالية جدا جدا عشان يضمن إنه الأجيال اللي كنا بنتكلم عنها أو النسبة العالية بتاعت المواطنين السودانيين الموجودين ديل يلقوا فرص يقدروا يشتغلوا، عشان يلقوا فرص يقدروا ينافسوا محليا وينافسوا شنو؟ دوليا. هسه الليلة الطالب السوداني للأسف الشديد إلا من رحم ربي ما بيقدر ينافس لما يطلع برا. ليه؟ لأنه التعليم بتاعنا تعليم تلقيني، زي ما تفضل وقال دكتور طالب قبل شوية، يعني ما بيبتكر المواهب فيك، ما بيكتشفها وبعدك بنميها، لا، قول 1+2+3 بالصورة دي. وحتى ثقافتنا نحن كسودانيين ما بتساعد على الابتكار وعلى التفكير الفردي مقابل جدا. بديك الدقائق اسمع كلامي ده وبعدك بسمع كلامك للنهاية. تمام، تعالوا اقعد جنب، تفضل اقعد جنب الشباب. انا زعلان، تمام تفضل بديك بعد ما فكنا بنتكلم عن التعليم، انه مفروض يكون في تعليم بمستوى، وكنا بنتكلم عن انه الثقافه بتاعتنا هنا ما 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 بتشجع الانديفيدجواليزم اللي هي الفرديه، التفكير الفردي. دائما عندنا عقليه الغطيه، والحاجه دي بتتنمى فينا مما نحن صغار للاسف الشديد. يعني ابسط حاجه او ابسط مؤشر للحاجه دي بيحصل شنو؟ لما تلقى 2 ولا 3 مثلا تكون قاعد في البيت، كلنا مرينا بالحاجه، انا شخصيا برضو مريت بها، انه والله بتكون قاعد مثلا في نقاش حاصل بين ابوك وعمامك مثلا وبتاع، تقوم تدخل خشمك يقول لك يا ولد ما تتكلم مع الناس الكبار، ما تفتح خشمك والناس الكبار بيتكلموا. يكون في نقاش حاصل في البيت تجي تساهم فيه يقول لك يا ولد قليل ادب ولا شنو، ما تتكلم ما تساهم. ودي حته خطره جدا جدا. ليه؟ لانه انت الليله في النهايه الطفل ده لازم تبدا تنمي فيه مهارات شنو؟ التعبير، حريه التعبير عن الراي، انه والله يقدر يعبر عن نفسه، ما تقتله، ما تشاكله، ما تقهمه، أديه فرصته إنه يفكر، إنه يجيب براوي، إنه يقدر يعمل عشان يقدر لقدام يبتكر. لكن انت إذا بديت له من هسي حجمته في حتة معينة إنه ده عيب وده غلط وده ما تسوي وما تقول رأيك، لا انت لسه صغير. إذا هو 20 سنة قايم بالفهم ده، تتوقع منه شنو لما يبقى عمره 30 سنة؟ فدي حتة مهمة جدا جدا. عشان كده التوعية والتعليم كلنا بنلعب فيه دور. التوعية والتعليم ما حق أساتذة الجامعات ولا دكاترة الجامعات بس، بيبدأ من البيت، من المنزل، وانت طالع لحد
آخر مرحلة في المجتمع. دي الحتة الأولى المحتاجين نشتغل عليها اللي هي قلنا التعليم. الحاجة الثانية المحتاجين نشتغل عليها هي الحاجة الأولى التعليم. الحاجة الثانية إنه نخلق وظائف. قبل كنت أتكلم لكم عن ثورة الإنغاز، قالوا يا أخي والله نحن عملنا فجرنا ثورة التعليم العالي. طيب التعليم العالي ما أنت فجرتها، طلعت لك 100 مليون دخلتهم الجامعات ومركتهم منها، لما يمروا كان مفروض يقعوا البحر، فكان لازم يتلقى لهم وعاء يستوعبهم صح؟ يعني انت الليلة وقت تفجر ثورة بتاع التعليم عالي وما ما يكون عندك لها أوعية تستوعبها فيها، فانت الليلة ما وقت تخلق لي والله جامعات وتعليم وتجي ما تخلق لي وظائف. هيحصل شنو؟ انه الناس كلها هتطلع، هيحصل حصل فينا ده انه الناس كلها هتطلع من الجامعات وهتقعد ماسكة شهادات سكت برويزة تضطر تمشي تشتغل لها اي شغل. ليه؟ لانه انت ما خلقت وظائف. هو الموضوع التنمية الاقتصادية دي انت ما بتاخد عامل بمعزل على العوامل الثانية، انت لازم تعايل الموضوع بصورة كاملة متكاملة. زي قرارات كثيرة عانينا منها للأسف في الفترة الفاتت، يعني أبسطها وهسه آخر واحد بتاع الكاش ده، في واحد عبغري طلع له بنظرية قال حجموا الكاش، وقف بنك السودان مركز من الكاش، ضرب الاقتصاد بتاع السودان كله. انت مفروض تفكر في العواقب. انت الليلة الموضوع ما موضوع كاش بس سلمته للناس ولا شلته منهم، في دورة اقتصادية مربوطة بالكاش ده، في مناطق بتاعة زراعة بتشتغل بالكاش ده، في تجارة انت بتاعة عملة في السوق الأسود لأنه ما عندك احتياطي مركزي احتياطي بتاع النقد أجنبي، فانت بالتالي الناس أصحاب الأعمال بيضطروا يمولوا أنشطتهم من السوق الأسود. بما يولوها بشنو؟ بالكاش. دي خلقت لأنه والله بقى سعرين، في سعرين بعد شوية، سعر بالبنك وسعر بالكاش أو سعر بالشيك وسعر بالكاش، وخلقت مجموعة من الأزمات المرتبطة بها. فأي حاجة في 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 المساغ الاقتصادي أو في المجال الاقتصادي بتخلق حاجة اسمها الريبل افكت أو البترفلاي افكت الووتر فول افكت، اللي هو إنه أي قرار بتاخده بيأثر عليه مجموعة من المجالات، بعدك عشان تجي ترجع منه تاني ما هتقدر بسهولة. فالقرارات دي كان مفروض إنها تكون مدروسة بصورة أفضل من كده، وكان مفروض إنه تتخلق اللوعية اللي ممكن تستوعب الشباب ديل بعد ما يتخرجوا عشان ما نخش في الإشكالية اللي احنا خاشين فيها هسه. طيب محتاجين شنو عشان نقدر نطلع الناس من النفق المظلم ده؟ محتاجين إنه جزء من الشباب الموجودين ديل ما تبقى العقلية بتاعتنا العقلية بتاعت إنه أنا داير أتخرج عشان أتوظف، ودي العقلية السائدة برضو عندنا عند أغلبنا كسودانيين، إنه الواحد داير يعمل له شهادة عشان يمشي يشتغل موظف صح؟ كلنا مرينا بالحياة وكلنا من ضمنكم أنا ذاتي لحد ما حصل لي تحول ما في حياتي بحكيه لكم لقدام، بدأت أفكر بصورة مختلفة، لكن كلنا في النهاية الواحد داير يتخرج ويجي أول الدفعة عشان يشتغل في واحدة من الشركات الكبيرة في البلد، وهو كده بكون حاسي روحه شنو؟ مبسوط جدا والله وساتيسفايد واموره ظابطه، وبعد شويه يبدا يفكر في العرس، يبدا يفكر في الشنو، يعمل له عربيه يعمل له بيت، هو كده وصل قمه طموحاته. وده غلط. احنا محتاجين انه نمشي لثقافه ابعد من كده، نتحول من موظفين لموظفين. يعني انا بدل ما اكون موظف محتاج انه اتحول لرب عمل واجيب موظفين تحتي عشان اقدر اديهم مرتبات، وكده بكون ساهمت في الحراك الاقتصادي وساهمت في حل مشكله البطاله الحاصله في الدوله دي. فنحن محتاجين انه كل الناس او اغلب الناس او جزء كبير من الناس يتحول للحته بتاعه الاعمال الخاصه او رياده الاعمال، لكن اعمال خاصه تكون بفهم عشان شنو تقدر تكبر وتمشي وتتطور لقدام، ما يكون نشاط اقتصادي حاجة بسيطة وحاجة متواضعة وتفضل في حتتك، لا لازم تكبر تكبر تكبر، وبعد شوية زول مجرد ما عمل له قروش يبدأ يأسس بصورة كويسة، يبدأ يعمل شركة مؤسسة، يبدأ. فدي الفكرة، إنه يا أخو الله إحنا عندنا طاقة كبيرة جدا جدا مهدرة، والطاقة الكبيرة جدا جدا والمهدرة دي ظهرت هسي في الفترة الفاتت دي، في فترة بتاعة 4 شهور الناس كنست الشوارع، الناس نظفتها، الناس اشتغلت في المتاريس، الناس خلقت ثورة من أجمل الثورات في العالم، ثورة مطرب مثلا. فده كله عملوها منه عملوها الشباب، وجزء كبير من الشباب هيكونوا هم اللي قلناهم ال 11 ال 30% من ال 11 مليون ديل اللي هم من الناس اللي عندهم قدرة على العطاء لكن ما لاقين وعاء أو أوعية تستوعبهم عشان يقدموا العطاء دي، فهم طاقة مهدرة. مجرد ما حصلت الثورة جاء الاعتصام بتاع من ده القيادة دي، لقوا حاضنة تستوعب الطاقة دي، فغالبا بدأت تظهر في المظاهر الجميلة اللي احنا شايفينها دي.
المظاهر بتاع حملات النظافة في الأحياء، المظاهر بتاعة ضرب البهية، المظاهر بتاعة التنظيم الحاصل، المظاهر بتاعة حاجات كثيرة جدا جدا، عمل تطوعي ما في زول بديهم لا قرش لا تعريفة، ناس شغالة لأنه ناس عندها طاقة، الطاقة دي لازم تلقى حتة تتوظف فيها، فدي بتبقى الفكرة. فنحن محتاجين زي ما قلنا إنه نتحول للعقلية بتاعة ريادة الأعمال، نخلق وظائف عشان نقدر نخلق وظائف، بدل ما أنا أفكر في روحي إنه والله أتخرج أبقى موظف أكون حليت مشكلتي أنا بس، ليه ما أفكر إنه أتخرج وأعمل بيزنس والبيزنس ده أوظف فيه 10 أكون حليت معاي مشكلة 10 أفراد في الشعب السوداني. لو نحن بنتكلم عن إنه واحد من ضمن كل 3 شباب عاطل عن العمل، لو واحد في الاثنين التانين ديلك عمل له عمل تجاري او بزنس شغل معه، ده كان المشكلة اتحلت. فنحن محتاجين للثقافة بتاعة ريادة اعمال. طيب هاجي اتكلم معاكم هسي، نبدأ نعرف ريادة الاعمال شنو عشان الناس تكون فاهمة واعية بالمفهوم بتاع ريادة الاعمال بصورته الصحيحة. طيب في تعريفات كثيرة، هو المفهوم ذاته بتاع ريادة الأعمال مفهوم حديث ما قديم، يعني ما حاجة قديمة، حاجة تطورت هسي في الكم سنة الفاتوا دي، وبقت من واحدة من أولويات الدول في الاقتصادات الاقتصاديات المتطورة والدول المتقدمة. لو مسكت واحدة من أكبر الدول اللي بتشتغل في مجال ريادة الأعمال إسرائيل، إسرائيل بتصدر مجموعة من رواد الأعمال لباقي العالم، واقتصاد بقى غايم على ريادة الأعمال بصورة كبيرة. واحدة من الدول الكبيرة أمريكا، وفي أمريكا حتة معينة اللي هي وادي السيليكون أو السيليكون فالي، اقتصاده يساوي اقتصاديات دول. وادي السيليكون ده اللي هو فيه شنو، فيه والشركات الكبيرة كلها اللي بنسمعها دي اللي هي أبل الماسكين التلفون هسي بنصور بيه، وده جوجل اللي هي واحدة من أكبر الشركات، أمازون، كل الشركات الكبيرة العالمية بتاعت التكنولوجيا موجودة في وادي السيليكون. فتخيل انه انت خلقت من منطقة معينة منطقة جغرافي حلة زي هنا ده، والله تقول مثلا الحاج يوسف، ولا تقول والله الصافي، ولا تقول الشعبية، ولا تقول حتة محصورة زي دي عملوا فيها شركات وخلقوا فيها بيئة ساعدت على انه والله الشركات دي تجي وتتأسس وتشتغل وتستجلب رؤوس اموال بمليارات المليارات. الليلة في شركات في السيليكون فالي في وادي السيليكون ده رأس ماله بيساوي رأس مال جمهورية السودان 100 مرة يمكن، أو الـ يعني الثروة أو الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج الاقتصادي الإجمالي بتاع السودان 100 مرة. فطيب عشان يقدروا يخلقوا الحاجة دي يشتغلوا على مجموعة من الحاجات هنتكلم عنها. فالمفهوم بتاع ريادة الأعمال هو مفهوم حديث مع مفهوم قديم، وظهر للساحة في الفترة يعني الفترة الكم سنة الفاتوا دي، زمان ما كان فيه. واحدة من التعاريف المتوفرة أو الموجودة عن ريادة الأعمال اللي هي بقول لك شنو، المثابرة الشديدة في وجه الفشل، اللي هي الإنسان perseverance in the face of total rejection. يعني باختصار زول لا يوق لأبعد الحدود. ده اللي بينفع رائد أعمال، زول قدر ما تقفلت في وشه، قدر ما جوناس المحلية صادروا حاجاته، زول قدر ما ظهرت له مجموعة من التحديات، هو داير شنو لسه مصر إنه ينجح. وبنسمع كثير حتى نماذج في يعني في الأسر، يقول لك يا أخي والله فلان ده مثلا كان زول جلابي وعنده شغل وتجارة كبيرة ودكان كبير في السوق، وحصلت له كفوة يا شيكات يا حريفة بتاع، خش السجن مثلا، قعد له شهر شهرين سنة سنتين، جمارك تاني دور في نفس القصة وعمل رأس مال أكبر من رأس المال الفات اللي كان شغال به. فدي بتبقى الفكرة المثابرة، إنه أنت والله لو ما بقت عندك المثابرة دي هتقنع من أول حاجة تلاقيك، والله أول مرة يعاكسوك ناس المحلية ولا يعاكسوك ناس الوزارة ولا المسجل العام ولا بتاع، ترمي الشغلة دي يقول يا أخي والله أنا معلومة للشغلانية المقرفة دي، أمشي أشوف لي وظيفة أخذ لي مرتب نهاية كل شهر وأقعد في المكتب أموري ضابطة. فهي محتاجة الثقافة دي، محتاجة إنه الزول ما يزهج، إنه أنت يكون عندك مثابرة وعندك إصرار على إنه تحقق الهدف بتاعك. وهنا بسترشد أو بدخل مثال واحد من أول واحد من الناس القدام، اللي هو لو سمعتوا به توماس إديسون، في زول بيعرفه اللي هو عمل شنو؟ المصباح. أيوة، اللي هو صمم أو اخترع المصباح. توماس إديسون قال شنو؟ قال I have not failed, I have just found 10,000 ways that won't work. يعني أنا ما فشلت، لكن أنا فقط وجدت 10,000 طريقة غير ناجحة.
وده مفهوم متقدم جدا جدا في النظر الى في التعامل مع الفشل. يعني انت لما تفشل ما تعلق على انه فشل والدنيا خلاص قفلت في وشي والدنيا ظلمتني، لا، هو عايل للفشل بانه يا اخ والله هو بس الحاجه دي بدل ما تقبل هي مفروض تمشي كده، هو كان بيعملها بتمشي كده، فاكتشف 1000 طريقه او 10000 طريقه غير فعاله. ما قال والله 10000 طريقه ما شغاله ولا فاشله، قال 10000 ما شغاله، لما حاول 10000 واحد اشتغلت معه. فدي دي 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 واحده من الصفات الاساسيه او واحده من السمات الاساسيه المفروض تكون في الزول المفترض انه يكون رائد اعمال. طيب الحاجه الثانيه، واحد من التعاريف الثانيه اللي بتجي في الحته بتاعه رياد الاعمال او رائد الاعمال، اللي هو بيقول لك زول شنو vision driven individual who assumes significant personal and financial risk to start or expand the business. اول حاجه في التعريف انه زول عنده رؤيه، زول شايف عنده فهم في راسه، ده ما بفكر تحت كراعه بس، شايف البيزنس او الفكره بتاعته دي ممكن تصل وين بعد 5 سنه بعد 10 سنه بعد 20. فلما انت يكون عندك هدف وشايف الحاجه دي ممكن تصل وين ما بتتنازل عنها، بتكون ماشي وماشي 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 لحد ما شنو تحققها. فهو ده زول عنده رؤيه او عنده حلم ماشي يحققه، وفي سبيل انه يحققه بيتكبد مخاطر شخصية ومادية كبيرة جدا جدا عشان يخلق البيزنس أو يحقق هدفه ده. وهنا برضو بستصحب معاي مثل أو كوت أو عبارة قال واحد من أنجح رواد الأعمال حاليا في العالم، اللي هو إيلون ماسك، واحد من النماذج أو النماذج الرائدة في ريادة الأعمال في العالم. إيلون ماسك في زول بيعرفه أو مر عليه والاسم ده؟ إيلون ماسك حاليا شغال في مشروع في شركة اسمها تسلا، اللي هو طاقة بديلة، عربات بتمشي بالطاقة البديلة، وعنده مشروع تاني اسمه روكت اكس روكت ولا حاجة بالشكل ده، داير يسفر الناس للقمر أو للمريخ، يسفرك في رحلة للناس اللي هم الأغنياء الأسرياء، تدفع $1,000,000 تركب الصاروخ ده تمشي القمر وتجي راجع في شهر في شهرين في 3 شهور. المهم عشان يصل للمرحلة، هو هسه شغال تجارب لسه ما حقق، لكن أعلن قريب إنه هيكون في رحلة قريب جدا. الزول ده لحد ما وصل للمرحلة دي في 1,000,000 صاروخ ترشقوا له في راسه، 1,000,000 تجربة فاشلة مر بها، بيطيروا بيعملوا الهناي بيعملوا التجربة، وأول ما الصاروخ يقلع كده بينفجر. الصاروخ اللي بينفجر ده بكلفه ملايين، شركته دي فلست أو وصلت حتى الإفلاس أكتر من مرة، لكن ما استسلم، كل مرة كان بيلقى حل بيرجع بيقولها. طيب الزول ده قال شنو؟ انا هشرح لكم الفكره. اول حاجه اللي قالها دي من غير المثل اللي هو قاله ده. الزول ده قال والله كان عنده استثمارات في كم شركه، والله قال دخلي من شركه اكس مثلا كان $10,000,000، ومن الشركه واي الفلانيه كان $20,000,000. شال العشره والعشرين استثمرهم في شركه زيت الجديده، ومشى الدين حق الايجار بتاع الشقه اللي هو قاعد فيها، عشان الزول ده يقدر ياجر شهر يقعد شهر في الشقه زياده. فالزول ده خاطر بأي حاجة، شال الوراو زي ما بقول وراو قدامه، أرباحه كلها بتاعت الشركتين استثمرها في شركة ثالثة لأنه عنده رؤية، ومشى الدين شنو حق الإيجار. والنموذج ده عندنا موجود في أسرنا، بتلقوه والله في زول مرات تلقاه والله عنده شغل وبتاعه، يجي يقول لك يا أخ والله حق الشهر ما أنا ما بقضيني كذا، ديني مثلا 1,000,000 مباشر. تتفاجئ انه زول ده والله بتستغرب، لأنه زول ده لما تعايله بتلقى انه والله هو شغال، عنده طبلية، عنده دكان، عنده، لكن بيكون شغال في مشاريع. كثير من الناس عندنا هنا بيكون سايق له عربيه، بيقوم بفك العربيه دي تبيعها عشان يفتح له مشروع ثاني، وتلقى حايم بكر عينه وهو مؤجر له عربيه. فدي نماذج، دي النماذج اللي بتمشي لقدام في موضوع البزنس ده. زول بيخاف ما بيمشي لقدام، اصله ما تخاف، بديت البزنس ده هتفشل مره ومرتين وثلاثه واربعه و10,000 مره زي توماس اديسون ده، لكن ما مفروض شنو الحاجه دي تسنيك او تخوفك او كده. ف درب البيزنس أو درب الشغل الحر حار، ما كل الناس بتقدر عليه، عشان كده قلنا إنه في ناس أغليتها من البداية أغلية بتاعت وظائف، دين الناس الدايرين يمشوا جنب الحيطة والضاير وبتاع ما دايرين ياخدوا مخاطر. وفي العقلية الثانية بتاعت الزوال ممكن يبيع بيته القاعد فيه عشان يفتح له شغل، والشغل ده نجح ولا ما نجح هو ما عنده مشكلة، هو طالما إنه مؤمن بالشغل ده مستعد يبيع بيته عشان يتابعه. آخر حاجة أو آخر مثال داير أقوله، اللي هو أو آخر تعريف، اللي هو قال
the pursuit of opportunity through innovation, creativity, and hard work without regard for resources currently controlled. اللي هو شنو؟ الجري وراء فرصة عن طريق الابتكار والإبداع والعمل الشاق أو المجهد من غير ما أنت والله تعاين للريسورسز أو الموارد اللي بتتحكم فيها. يعني أنا لما أفكر أعمل لي بيزنس ولا شغل ما عاين عندي قروشي في البنك كم ولا تحت المخدة ولا في الدولاب كم، أبدأ أجري بالموضوع ده بجنيه بجنيهين بعشرة بمية بمليون، أبدأ بعد ذاك القرش بيجيب القرش. ناس القروش بيعرفوا الكلام ده، انه انت والله طول ما عندك قروش كل ما استثمرت قروش كل ما جاتك شنو قروش غيره. فواحد من الناس برضو كان بيقول توماس جيفرسون اللي هو كان بيقول انه I find that the harder I work the more luck I seem to have. نظر للحظ بمنظور مختلف، قال كل ما كنت بشتغل وبجتهد زيادة كل ما كنت بكون محظوظ زيادة. ما قال والله أنا لازم أكون محظوظ عشان أنجح، قال لا أنا لازم أكون مجتهد عشان يجيني الحظ اللي بينجحني. تمام؟ فلو عينتوا الخريطة دي بتاعت العالم دي خريطة بتوري إنه يا أخ والله ريادة الأعمال حول العالم شكلها عامل كيف. الدول المدرجة في السكور دي ابتداء من أقل دول اللي هي السوداء الغامقة والدول الفاتحة دي اللي هي أعلى دول اللي هي عدد شنو؟ عدد الناس البالغين الشغالين في مجال ريادة الأعمال في الدول دي. تبدأ معاك من 2.9 يعني نفر 2.9% لحد 39% اللي هي 39% معناتها شنو؟ 2 من كل 5 أشخاص هم رواد أعمال. السودان ما موجود ذاته في الخريطة ما حاسبين، لكن عينوا دول زي الغارتين الأمريكيات، عينوا دول زي الغارة بتاعة أستراليا، عينوا الهند، عينوا الحتات البيض دي. ديل الناس اللي اشتغلوا شغل صح في الفترة اللي فاتت عشان يصلوا المرحلة دي، سياسات حكومية دعم برامج حاجات زي دي عشان يقدروا يستثمروا أو يستجلبوا رؤوس الأموال ويشتغلوا. وحاليا كثير من الدول انت لو عندك فكرة بتاعة بيزنس في الفكرة دي هم شايفين انه عندها بوتنشال عالي ممكن يدوك الجواز. كندا واحدة من الدول بيقول لك إذا استثمرت تقريبا $100,000 عندك الليلة، لو عندك $100,000 بكرة مشيت كندا دخلتها في السيستم بتاعهم استثمرتها في مطعم في شغلة في شغلة طبلية طوال الجواز بيدوك له وبيسلموك له في اللحظة تجيب $100,000. فدي سياسة متقدمة في استجلاب رؤوس الأموال، ودي سياسة بتاعت ناس عندها فهم، مش ناس بتطفش رؤوس الأعمال كل ما جاءوا استثمر خليجي ولا مستثمر أجنبي لقوا تماسيح طفشوا طيروا برا البلد. ف الفهم ده يلا محتاج لي شنو؟ محتاج لي سياسات، محتاج لي دولة واعية، لحكومة واعية عارفة ماشية وين ذاتها وعارفة توجهاتها التنموية شنو. وده عشان كده نحن برضو الناس بيقولوا بنطالب بشنو؟ بالمدنية، لأنه الحاجة دي ما بتتوفر إلا يكون عندك مدنية، لأنه كل زول زي ما بقولوا واحدة من مشاكلنا الكبيرة في السودان إنه يعني التمكين وإنه ما بتدي الخبز لخبازه. يعني العساكر هسه مقالعين في السلطة ديل، نحن هل قلنا كمدنيين قلنا دارين نمشي نسترق نمسك سلاح نشيل سلاح؟ قلنا دارين نحرس حدود؟ قلنا دارين ناخذ رئاسة الأركان؟ ما قلنا يا أخ ما تدخلنا في شغلكم، ما تتدخلوا في شغلنا. ليه دار تجيب لي عسكري يمسك لي وزارة مالية ولا عسكري يمسك لي ورئاسة وزراء ولا كده؟ كل زول يشتغل شغلته البلد بتمشي ليه قدام. فنحن محتاجين نطلع من المربع بتاع عدم الكفاءات ده، لأنه والله أي مجال بغض النظر عن الايديولوجية شنو اي مجال لازم يكون ماسكه زول فاهم عارف يعمل في شنو عشان الطب بس يعني يجيب. طيب في حاجة مهمة جدا جدا برضو انه في افريقيا يعني اللي هو الناس بنظروا لها لانها غارة متخلفة، في افريقيا في دول عندها معدلات من اعلى معدلات ريادة الاعمال. اول دولة في الدول دي مثلا زامبيا، بعدها تجي نيجيريا، بعدها بتجي الإكوادور، بعدها ناميبيا، بعدها الملاي، غانا. فعندك دول كثيرة في من أفريقيا هي في قمة الدول المشجعة لريادة الأعمال، لأنه ناس برضو عرفوا استثمروا عرفوا الأهمية بتاعت ريادة الأعمال واستثمروا فيها بسياسات حكومية واعية ورشيدة عشان يقدروا يوصلوها للمرحلة دي. طيب أتكلم لكم شوية عن الفوائد، ودي إحصائية ودراسة عملت تمام اللي هي الفوائد بتاعه الزول لما يبقى رائد اعمال، الفوائد اللي بتجنيها لما تكون عندك شغل حقك انت ده شغل خاص ما موظف.
واحدة من الحاجات، أول حاجة بكون عندك 86% job satisfaction، يعني شنو رضا وظيفي، أنت مبسوط ليه؟ لأنه دي شغلتك أنت، دي حقتك أنت، أنت ما شغال في مال زول، أنت شغال في مالك أنت اللي هو أنت بديت فيه وفكرتك أو بزنسك شغاله حسب قناعاتك أنت. عندك 84% نجاح، وتبقى الإحصائية إنه 84 الناس الشغالين في أعمالهم الخاصة عندهم 84% فرصة زيادة في إنهم ينجحوا. ليه؟ لأنه برضو بكون في اجتهاد أكبر، بيفهم إنه الحاجة دي حقتي أنا ودائرة تكبر وتنمو. 83% من الناس اللي عملوا معهم الكويشنير ديل قالوا بشوفوا إنه يا أخ والله حاسين بحرية أكبر، ليه؟ لأنه إنت الليلة العمل الخاص شركتك ولا نايك دي، عندك واحد من اثنين، يا قفلتها مشيت، عندك أي مناسبة، عندك بكا، عندك عرس، عندك سفرة البلد، عندك أي حاجة، بتقفل دكانك ده وبتفوت، ما زول بيسألك، لا في مدير بيسألك، لا في شركة بيسألك بيقول لك ومشيت وين ولا عملت شو. الحاجة التانية ممكن توظف ناس، تجيب موظفين يمسكوا لك الشغل ده وانت تقعد ترتاح، تجي تلقط بس إيراداتك نهاية كل شهر أو كده. 81% من الناس اللي عملوا معهم الاستبيان قالوا حاسين بسعادة، مبسوطين نفسياً بأنه هم عندهم أعمال حقتهم، أعمال خاصة. 71% حاسين بالرضا من العائد المادي المتحصل من الأعمال الخاصة دي، يعني هو حاسس أنه مبسوط جداً وراضي جداً عن طريق الإيرادات أو القروش الخاشة له من شغله ده. ليه؟ لأنه في واحدة من المعضلات اللي بيحسوا بها دائماً الناس الشغالين في موظفين، أنه أنت بتكون شايف يا أخ والله أنه أنت بتدخل للشركة ده أو للدكان ده كم، شايف قروش كثيرة جاية خاشي، في النهاية يجي يديك والله مثلا مليونين ولا ثلاثة نهاية الشهر، انت شايف انه والله مجهودك اللي اشتغلته ده دخل 100 ولا 200 مليون في الشهر، ليه انا اخذ 3 مليون؟ فدي واحدة من المشاكل اللي بتواجهها وبتأرق دائما الناس الشغالين في وظائف. واغلب 71% من الناس اللي عملوا معهم الاستبيان ده قالوا انهم هم حاسين بالرضا عن المردود المادي. طيب نجي لسؤال مهم جدا 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 جدا، رواد الأعمال اللي بنتكلم عنهم ديل زي إيلون ماسك القناو، زي توماس إديسون، برغم إنه توماس إديسون عالم ما رائد أعمال، لكن يعني كل رواد الأعمال اللي بنتكلم عنهم ديل، هل الحاجة دي موهبة، يعني حاجة زول بيتولد بها، ولا هي حاجة ممكن يتم اكتسابها؟ صح، ده سؤال منطقي بيطرح نفسه، إنه أنا والله يا أخ في نماذجي مثلا أنا ليلة لو عندي في أسرتي القريبة أو أسرتي الممتدة كم في المية من الناس عاملين أعمال خاصة أو دكاكين أو شركات أو whatever أعمال خاصة، مقابل كم في المية منهم موظفين؟ ممكن أقول والله 20% أعمال خاصة مثلا و80% موظفين، صح؟ يعني مثلا لو لقيت أعمامك 5 ممكن يكون 4 منهم موظفين، واحد والله مثلا هو اللي عنده حقه وشغل حقه هو وشغال فيه وتاجر. يلا دي بتختلف ذاتها باختلاف المنطقة الجغرافية، يعني الناس الموجودين في الولايات أو في الغاليم لأنه الاقتصاديات مختلفة النسب ممكن تزيد. يعني أنا لو أسرتي الليلة مثلا قاعد في القضارف، أسرتي القضارف اقتصادها معروف أنه اقتصاد زراعي، فبالتالي أنا أسرتي هيكونوا أغلبهم من شنو؟ من المزارعين أو أصحاب المزارع أو أصحاب الدكاكين أو أصحاب وإلى آخره. لكن لو بقيت في الخرطوم الشغلانة شكلها بيختلف، يبقى أنه والله في نسبة كبيرة من الأسرة ممكن تكون شغال موظفين مقابل نسبة بسيطة أصحاب أعمال. طيب فإذا افترضنا أنه الحاجة دي والله يا أخي هي موهبة، هل بنقدر طيب نحدد السمات بتاعت الموهبة دي شنو؟ طيب الموهبة، ما نحن متفقين الموهبة دي لا يمكن استنساخها، صح؟ يعني في حاجات أنا ممكن أعلمها للناس في المدرسة، لكن الموهبة دي أنا ما بقدر استنسخها، لأن هذه حاجة إما تولد بها الزول إما تولد، يعني زي الزول صوته حلو، زول بيعرف يغني ولا يعرف يقرأ قرآن ولا كده، دي ما حاجة بتقدر تعلمها للزول. لو أنا صوتي شيء ما هتقدر تبقي لي صوتي حلو، دي يا اتولدت بها يا ما اتولدت بها. في حاجات تانية زي الرياضيات مثلا ممكن الزول يتعلمها. إذا 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 كان السؤال إجابته إنه الحاجة دي بتولدوا بها الناس، إذا قعدتنا دي ما في لها داعي. ليه؟ لأنه والله يا أخي خلاص في الشعب السوداني 40 مليون ده، في 5 مليون ربنا أنعم عليهم وكتب لهم إنه يكونوا والله أصحاب أعمال خاصة ورواد أعمال وجلابة ومليارديرات، والباقيين ده والله يتكتب عليهم الهلاك والكلاح نقضيها كلها جري من وظيفة لوظيفة لبتاع، ما بداعي للقعدة، صح؟ لكن نحن بنفترض إنه الحاجة دي وبالدراسات الحاجة دي اتوجدت إنها ممكن يتم تدريسها. في سمات
هي بتتولد مع الزول وبتتوجد في الزول، وفي سمات تانية أو صفات تانية يمكن أن يتم تعليمها. فإذا قلنا إنه الحاجة دي ما موهبة، معناتها هي المدارس ممكن تدرسها ريادة الأعمال دي، ممكن نخلق كليات متخصصة في ريادة الأعمال، ممكن الشركات ذاتها تبدأ تخلق الثقافة دي. يعني الزول ذاته اللي بتوظف في الشركة ده ما يكون شغال بعقلية موظف، مفروض الزول ذاته شغال في الشركة دي يكون شغال بعقلية بتاعت رائد أعمال، لأنه هو دائما بيعاين للفرص، دائما بيعاين لأنه الشغل ده داير يكبر وداير ينميه وداير يزيده، مع أنه يا أخو الله هو زول بياخد له مرتب من شهر لشهر وانتهى الموضوع. ففي مجموعة من السمات الشخصية، في واحد اسمه بيرش عمل دراسة عن السمات الشخصية لرواد الأعمال، طلع بنتائج بأنه أخو الله في زي 9 أو 10 سمات أساسية بتتوفر عند الناس اللي هم عندهم قابلية أنه يعملوا أعمال خاصة أو يكونوا رواد أعمال وينجحوا في الحاجة دي. نمرة واحد desire to achieve، زول عنده الرغبة إنه ينجز. ده كان شغلته موظف، كان قعدته في البيت بيلقى له شغلة يقضيها إن شاء الله يغسل العدة، كان طلعته والله السوق بيشتغل. في ناس كده صح فرفارين، الواحد ما بيعرف يقعد ساي، لازم طوال لازم يكون شغال مشغول له بحاجة. فدي واحدة من السمات المهمة جدا جدا المرتبطة بريادة الأعمال، إنه أنت دائما تكون زول داير تشتغل، ما زول بتاع ركلسة وخمالة. الحاجة الثانية hardware، انه انت غير انه عندك الرغبه انك تشتغل، لما تمسك تشتغل حاجه بتمجضها، زول شغيل 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 لابعد الحدود، وعندك مثابره وعندك رغبه وعندك جديه في العمل. ثلاثه اللي هي حاجه هي nurturing quality، اللي هي انه الزول ما بيكتفي بس بانه يشتغل شغله، لكن بيركز في انه الشغله دي ذاتها تكون شنو بجوده. يعني ما شغل عدي من وشك شغل بتاع كلفتة، زول بيشتغل شغلة بنجضة تمام بعدك يمشي للبعدة. أربعة acceptance of responsibility، ده زول عنده قابلية إنه يتقبل المسؤولية، زول عنده رغبة إنه وقابلية إنه يتقبل المسؤولية، لو غلط بيقول أنا غلطة، لو أي حاجة حصلت ما زبطت هو طوالي بيتقدم بيقول يا أخو الله يا أخوانا معلش أعذروني دي كانت غلطتي وأنا بتحمل كامل المسؤولية. ما نوع الزول المجرد ما حصلت مصيبة ضوية بقوم منها وبيقول لك يا أخو الله دي ما شغلت ده فلان ده كل عملك. ليه؟ لأنه في الطريق بتاع ريادة الأعمال هتلاقيك مشاكل كثيرة، فلو ما بقيت بتتحكم بتتقبل المسؤولية ما بتمشي لك قدام، خصوصا أنه زول بنفترض أنه رائد أعمال ده ما بيشتغل برا وبيشتغل معه تيم أو معه فريق. أنت عشان تبدأ لك شغل بتاع ريادة الأعمال لازم يكون معك فريق، الفريق ده أنت لو ما بقيت غائد بحقه حقيقي، لو ما بقيت زول بتحترم الناس اللي معاك، لو ما بقيت زول بتتحمل المسؤولية وبتتقبل النقد والخطأ، ما زول بيقعد معاك، الناس بعد شوية كلها بتفر منك بتشوف لها شغلة تانية. خمسة reward orientation، زول بيحب المكافآت. النوعية شنو اللي بيحب يشتغل يلقى طوالي عايد، يحب يعمل الحاجة دي يدو حتى لو عايد ما مادي معنوي، إن شاء الله زول يقول لك أكثر خيرك ساي ولا شكرا ولا بتاع. ودي حتة بتكون موجودة بصورة عالية جدا 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 في الأعمال الخاصة. ليه؟ لأنه إنت الليلة في الشركة أو في المنظمة أو في الحتة الشغال فيها كموظف الثناء بيجيك من منو؟ من مديرك. مديرك إذا بيجي زول كعب وزول عكليت ممكن تشتغل شغل الدنيا والعالمين ويجي يقوم به ينسبه ليروحه، أو لو ما نسبه ليروحه ممكن هو بس ما شكرا ما كلمة شكرا ما يقول لك. فدي بعد فترة بتخلق إحباط جوا الزول، انه انا يا اخو الله بجتهد وبشتغل وبتاع وما بلقى اي تقدير. بالمقابل في العمل الحر انت الانجاز بتشوفه قدامك. انا الليله يا اخو الله بديت الدكان ده بديت بطبليه صغيرونه، بعد شويه طبليه وسعتها بقى الدكان، بعد شويه الدكان بقى والله دكانين، بعد شويه دكانين بقى سوبر ماركت، بعد شويه سوبر ماركت بقى وهكذا. انت ماشي شايف انه الحاجه دي بتكبر وبتستمر، وشايف انه الناس ذاتهم حاسين بقيمه ومبسوطين بالحاجه اللي انت عملتها دي. دي بتخلق دي اللي هي reward orientation، الزول بيكون حاسي بشنو؟ بالرضا. حتى لو العائد المادي ما كبير هو بيكون حاسي انه هو انجز وقدر قدم حاجة للمجتمع او للخدمة، خدمة للناس. الحاجة الخامسة optimism، زول متفائل، زول قدر ما لاقته تحديات زي ما قلنا هو قادر شنو يتجاوزها ونظر لها بصورة ايجابية. ستة orientation to excellence، ودي مربوطة بالكواليتي اللي قلناها قبل، انه هو ده زول داير المثالية أو الكمال في أي حاجة أو الكمال لله، لكن هو داير شغله اللي بيشتغله ده داير يعمله بصورة مميزة جدا 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 جدا.
ودي بنشوفها هسه في لو مسكتوها على مجال مثلا المطاعم، في مطاعم والله تلقى تخش المطعم تلقى وسخان وسجمان ورمدان وما في اي اهتمام ولا في اي ناي من الاداره بتاعته، بتجي والمره الاولى ثاني مره ما بتخشه. بالمقابل في مطاعم ثانيه بتخشها بتلقاها نظيفه ومكنوسه وعندها مجموعه من الحاجات، ولما تجي خاش يقابلوك ببسمه يقعدوك بصوره كويسه ممكن يقدموا لك حاجه مجانية، نفسيا بترتاح وبتجي المحل ده ثاني اثنين وثلاثه واربعه وخمسه. فالاورينتيشن تو اكسلنس ده مهم جدا جدا، انه انت لو فكرت تعمل شغل عمل خاص ما تكلفته، تمام؟ لازم تفكر تنظر لانه الكمال، انه تجري ورا الكمال والكمال لله، لكن الزول يجري يحاول انه يصل للكمال. ما تشتغل شغل مكلفه، ما تشتغل شغل كعب، ما تكشر في وجه زول. ركز في التفاصيل في الحاجات الصغيره. في مثل بيقول لك الشيطان يكمن في شنو؟ في التفاصيل. ممكن زول يخش المطعم ده ياكل ويشرب واموره ظابطه وما تلاقيه اي مصيبه كبيره منه، وهو طالع تلاقي له مؤاخذه حشره ولا صرصاره ولا ضبانه، يخلي لك اكلك السمح ويخليك شغلتك كلها سويتها سمحه دي، ويركز في انه والله المطعم ده وسخان وقرفان وما في اهتمام بالنظافه، صح؟ او مثلا زول ياكل تجيب له مثلا بيتزا ياكل البيتزا كلها في اخر قطعه يلقى له حاجه ما تعجبه، ينسى لك البيتزا الطعمه دي كلها ويركز في الحاجه دي. فده مهم جدا جدا انه الناس تعاين للكمال او للجوده. نمره 8 اورجنايزيشن، هو زول منظم جدا وقادر انه ينظم الناس اللي معاه وياخذ زمام المبادره، انه انا والله عندي فكره بتاعت مشروع، انا كرائد اعمال بقدر انه اخلي الناس تلتف حول المشروع ده وتشتغل. ورياده الاعمال دي ما الا تكون في البزنس، يعني الفكر الريادي ده ممكن يكون في اي حاجه، اي ممارسه في الحياه. زي اصل في افكار بتاعت لجان المقاومه، الناس اللي بينظفوا في الحله دي، ديل مع ناس عندهم حس بتاع مسؤوليه، ناس هارد وركينج بيشتغلوا بمجهود عالي، وعندهم اورجنايزيشن. زول واحد عمل له صفحه في الفيس ولا عمل له جروب في الواتساب، قدر جرى شباب الحي كلهم لهدف مشترك وشغلهم وقدروا انجزوا الهدف. دي العقليه المفروض تكون موجوده. 9 اخر حاجه اللي هو بروفيت اورينتيشن، انه زول عنده لازم يكون عنده توجه نحو الربح. في النهاية نحن ما البزنس الزول بيعمله ليه؟ عشان شنو؟ عشان يكسب، عشان يستفيد، عشان يعمل عائد مادي، صح؟ فإذا بقى ما في عائد مادي بيبقى نحن بننفخ في قربة مقدودة. فالناس لازم تركز، لازم الزول ده برضو يكون عنده بالإضافة لما سبق كله يكون عنده رغبة في إنه شنو؟ يخلق ربح، لأنه الربح هو الحافز، واحد من الحوافز. بالرغم إنه الدراسات بتشير لأنه دائما الناس اللي بيشتغلوا في ريادة الأعمال الربح ممكن محركهم الأساسي. ليه؟ لأنه ريادة الأعمال هنجي نشرح حسي الفرق بين ريادة الأعمال بمفهومها الحسي قد انتشر وبين الأعمال العادية والأعمال الصغيرة والمتوسطة، هنفهم الفرق. لكن ريادة الأعمال دائما مربوطة بحل مشكلة مجتمعية، فالزول بيقوم بيكتشف ليه مشكلة في المجتمع وبيلقى حل، وعن طريق الحل ده هو بيقدر يكتسب عائد مادي. فهو الرضا بتاعه والنجاح بيحسبه بأنه شنو؟ ما بأنه والله يربح قروش قدر شنو، بأنه قدر حل المشكلة دي لياتو درجة ولقدر كم من الأشخاص. طيب، وهنا زي ما قلت أنه إحنا محتاجين نفرق بين مفهومين لما نيجي نتكلم عن ريادة الأعمال أو الأعمال الخاصة، محتاجين نفرق بين حاجتين. الحاجة الأولى اللي هي الستارت أبس، وده المفهوم العالمي الهسي منتشر، وقبل لما قلت لكم الدول بقت تشتغل على انها تجذب الشركات الناشئه اللي هي الستارت ابس دي في وادي السيليكون، اللي هي ناس جوجل وناس ابل وناس امازون والحاجات زي دي، ودي هنعرفها هسي. والنوعيه الثانيه اللي هي السمول ميدل انتربرايزز، اللي هي عباره عن شنو؟ الشركات او الاعمال الصغيره والمتوسطه. الاعمال الصغيره والمتوسطه، طيب الفرق بيناتهم شنو؟ الفرق بيناتهم انه الاعمال الصغيره والمتوسطه دي اللي هي تفتح لك كشك، تفتح لك دكان، تعمل لك ركشه، تجيب لك حافله، تفتح لك مركز بتاع طباعه، دي اسمها اعمال صغيره ومتوسطه. اسم عمل والله راس مال 5-10 مليون بشغلك، والله في الشهر بتدخل لك 2-3 مليون وامورك ماشيه كويس. زدتها شويه بتبقى اعمال متوسطه، والله بتدخل لك 100 مليون، بتبقى ال 100 مليون دي تدخل لك 20-30 مليون في الشهر، برضه امورك ماشيه كويس. لكن ده ما المفهوم اللي بنتكلم عنه بتاع ريادة الأعمال بتاع الستارت اب والأعمال الناشئة. الأعمال الناشئة تعريفها العالمي إنه هي أعمال
أول حاجة بتخاطب مشكلة. طيب عشان نقدر نقرب الفهم ما نتكلم بأمثال عالمية، أقرب حاجة للحاجة دي في السودان ترحال أو مشوار. منو فيكم ما سمع بها ترحال أو مشوار؟ الناس كلها بقت بتعرفها صح؟ طيب ترحال قامت 200، ما تمت لها سنتين صح؟ طيب كيف قدر اتصل؟ لأنه كل الشعب السوداني الليلة بيعرف ترحال، وفي شركات من زمن الاستغلال من الخمسينات ومن الأربعينات شغالة في البلد دي، وفي ناس لسه ما بتعرفها صح؟ في شركات شغالة 50 و60 سنة ما قادرة تصل للحجم اللي وصلت له وترحال ده في كم؟ في سنتين. فدي الفكرة الأساسية لما نتكلم عن ريادة الأعمال وعن الستارتابس الأعمال الناشئة، إنه إحنا دايرين شركات بتخاطب مشكلة. شركات النقل أو التطبيقات بتاعت النقل، ماذا ما نقول مثلا ترحال براء إنه في مجموعة من الشركات، لكن تطبيقات النقل خاطبت مشكلة. المشكلة دي كانت شنو؟ ربطت بين موارد وحوجة، إنه في كمية من الناس دايرين مواصلات أو دايرين وسيلة بتاعت انتقال من النقطة ألف إلى النقطة باء، مقابلهم في مجموعة من الناس عندهم وسيلة الانتقال دي لكن ما موظفينها. يعني في مليون زول زي مثلا موظف ولا سيدة عنده عمل ولا إلى آخره، عنده عربية، العربية دي ما هو ما مستفيد منها. يعني أنا الليلة مثلا زول شاب عزابي أغلب تحركاتي بتكون براي، بالمقابل في ناس، يعني أنا هنا من هنا مثلا راجع ماشي بيتنا هارجع براي، بالمقابل في ناس قاعدين هنا في الغيادة ذاتهم دارين يمشوا نفس المنطقة اللي أنا ماشي هذه صح؟ فليه ما يتم توظيف الموارد الموجودة في البلد دي أو هنا ما مستغلة عشان تخدم القضية أو الإشكالية اللي بيواجهها الناس؟ الناس دارين وسيلة مواصلات، وسائل المواصلات اللي كانت متوفرة زمان شنو؟ الحافلة، والحافلة دي وسيلة جماعية بتاعت مواصلات. الركشة، والركشة عندها مشاكل إنها هي ما آمنة، إنها هي بتمشي مشاوير قريبة أو قصيرة، إنه ممكن يكون سعرها مثلا غالي، مثلا مجموعة من المشاكل. بعدها طوالي بيجي شنو؟ الأمجادات، والأمجادات مشكلتها إنه أو التاكسي، والتاكسي هو الأمجاد مشكلته إنه والله نمرة واحد ما مكيف، فبالتالي أنا هركب ولو ماشي لي مشوار نص النهار في بلدنا السمحة دي هصل منتهي. الحاجة الثانية إنه هو غير إنه هو ما مكيف، ما في وسائل أمان. يعني زمان كنت عايش في السعودية اتعودت على حاجة إنه أنا أي عربية أركبها سواء سايق أو راكب مع سواق بربط حزام الأمان. أنا كنت بعاني جدا عشان القلي أمجاد ولا تاكسي لما أجي أوقف لي مشوار حاجة فيها حزام أمان شغل. مرات أكون مثلا ماشي لي مشوار أوقف 5 6 7 ما تلقى عنده في ناقنا أركب سايق. ليه؟ لأنه الحاجة دي ما متوفرة، هي ثقافة ما متوفرة. الحاجة الثالثة إنه غالية. ف دي مشاكل كانت بتواجه شنو؟ المواطنين والناس. مقابلة في الحاجات العربات المكيفة ولا ما تديك الدرف في السودان. فقام عملوا شنو؟ وفكرة الليلة تطبيقات النقل دي ما جات في السودان، هي فكرة طبقت في أمريكا وفي العالم، وفي ناس بس جوا وطنوها في السودان واشتغلت معهم، جابت لهم قروش زي الرز وكبرت وما شاء الله اشتغلت كويس. فبالتالي واحدة من مصادر الابتكار والعمل ما بالضرورة إنه أنت تكون مخترع تجيب لك فكرة جديدة، أمشي شوف العالم ده عمل شنو وصل وين وجيب بس فكرة من هناك للصيغة هنا بتشتغل معه. فقام شال الحاجة دي عمل تطبيق النقل ربط بين الاثنين وبسعر أقل وجودة أعلى، عشان كده قدر شنو يكبر. فلما نقول ستارتابس قلنا إنه هي شركة بتخاطب مشكلة، مشكلة اقتصادية، مشكلة اجتماعية، مشكلة whatever. الحاجة الثانية إنها عندها قابلية إنها تكبر بسرعة شديدة جدا 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 جدا، لأنه حجم المشكلة أو حجم الحوجة دي كبير. يعني أنا اللي لما أتكلم عن إنه داير أفتح لي دكان، الدكان ده بيخدم كم نفر كم بار؟ الدكان ده ما اللي لو هفتحه في الحلة مثلا هيخدم الناس الحول الحي بالإضافة لأي زول جابوا الدرب. يعني في اليوم هاخدم كم أو في الشهر هاخدم كم؟ هيجوني كم نفر؟ 1500 ما أكثر من كده صح؟ لكن بالمقابل اللي لما أشتغل عليه حجم مشكلة بتواجه السودانيين كلهم أو بتواجه مثلا كل السودانيين الموجودين في ولاية الخرطوم، كده أنا شغال على حجم كبير، كده أنا طموحي كبير، كده أنا لما أحل المشكلة دي هقدر أخلق أرباح كبيرة وأكبر في فترة بسيطة. فده تفريق أو تفريق مهم جدا جدا مفروض الناس توعى له. لكن برضو فنحن الليلة دارين واحدة من الحاجات دارين نطلع بها من القعدة دي إنه والله يا أخي أي واحد فينا يكون طلع بفكرة
انه والله فيهم رياده الاعمال شنو، فيهم انه العمل الخاص اهميته وفائدته شنو، يطلع له بفكره. وما بالضروره تفتح والله اذا ما عندك امكانيه انه تفتح حاجه ضخمه، افتح حاجه صغيره وكبيره حبه حبه حبه. لكن اجي اتكلم لكم بعد شويه عن مصادر التمويل، وهتكتشفوا انه التمويل ما عائق. يعني موضوع انه والله انا ما عندي قروش ده ما عائق. عشان كده يعني هسه الشباب اللي عملوا ترحال ولا عملوا مشوار ولا عملوا اوبر في امريكا ما عندهم ولا قرش ولا تعريفه. لكن هي كيف؟ ما هي انت برضه بنفس الفهم في مشكله. في مجموعه من الناس في السودان عندهم افكار، والشباب عندهم افكار بتاعه اعمال او بزنس، وفي مجموعه من الجلابه عندهم قروش ما عارفين يطيروها وين، صح؟ نحن محتاجين انه شنو؟ نمشي للجلاب ده نقنعه انه يديني جزء من القروش القاعده ما عارف يوديها وين دي، عشان شنو؟ اشغلها له. يلا ده بيتطلب شنو؟ بيتطلب انه والله يكون عندي فكره مجيده متعوب عليها، عارف انا والله امكانيتها او يعني عندي دراسه جدوى برضه كويسه، عارف انه الحاجه دي ممكن تصل وين وتكبر لياته مستوى، عشان اقدر اغني على الزول اللي قدامي ده بانه الحاجه دي هتنجح، وانه لو اداني مليون انا بعد بكره هرجع له 10 مليون، وانه لو اداني مليار بعد بكره هتبقى 2 مليار. اجتهد واستثمر معي. طيب ال- 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 الكلام اللي قلناه هسي قبل شويه في الاحصائيه بتاعت رياده الاعمال في الدول ده ما كلام حصل بالصدفه. دول اشتغلت كثيرة جدا جدا كثير جدا 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 وخلقت سياسات عشان تخلق البيئة دي. ف انت محتاج الليلة زي الزرعة وزي الشتلة، الناس اللي بيفهموا في الزراعة. الشتلة دي كان شتلتها في بلاط بتقوم؟ لا. كان خديتها في غرفة مظلمة بتقوم؟ لا. كان خديتها في نص جنينة وحميتها الموية بتقوم؟ لا. إذا في ظروف مفروض شنو؟ مفروض تتوفر عشان الشتلة دي تكبر وتنمو وتنعي، صح؟ طيب بنفس الفهم الليلة البزنس أو العمل الخاص أو العمل الناشئ ده عشان يكبر محتاج لظروف موائمة تدعمه وتساعده على إنه يكبر. طيب فدي مسؤولية الدول أكتر شيء، لكن برضو الأفراد، في أفراد في المجتمع بيقدروا يشتغلوا على الحاجة دي، إنه يشتغلوا على مجموعة من الحاجات بتخلق الثقافة الريادية في الدولة. طيب ده مثال أو صورة هي ما هتكون واضحة للناس هسي بصورة كويسة، لكن تمثيل لنفس فكرة اللي هو الزرعة أو الشتلة القنادي، إنه والله ريادة الأعمال محتاجة للشمس، محتاجة لموية بحر، محتاجة لأرض خصبة، ومحتاجة 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 لناس يشتغلوا عليها وكده عشان تكبر. طيب مجموعة من الحاجات محتاجة، أول حاجة محتاجة ثقافة، محتاجة إنه يا أخ والله الثقافة بتاعت ولدي داير يبقى دكتور، داير يبقى دكتور، داير يبقى مهندس، ينتهي يبقى عندنا ثقافة بنفس الفهم، ولدي داير يبقى صاحب عمل خاص، ولدي داير أو بنتي دايرة تبقى والله سيدة أعمال أو رائدة أعمال. لازم يكون في ثقافة زي دي. الثقافة دي ما بتجي من فراغ، بتتخلق متين لما يبقى في نماذج ناجحة، لما الناس، لما أنا أبوي وأمي يبدأ يشوف إنه في ناس في عمري نجحوا وعملوا شركات من العدم الليله بتدخل مليارات، بكره طوالي باقي اخواني شنو هيدخلون في المجال ده عشان يفهم. هو حسب بعد ذاك الحاجه دي ثقافه بتتخلق، وهي اقتصاديات طلب وعرض. يعني زمان لو جيتوا عينتوا قبل 2011 اعلى تخصص في السودان من ناحيه بتاعت نسبه قبول كان شنو؟ طيب ما طيب لا ولا كهرباء في الهندسه كان شنو؟ نفط. في زول بيتذكر انه النفط كان اعلى من اعلى التخصصات، لو ما اعلى تخصص هو من اعلى التخصصات. طيب الليله نفط قاعد وين؟ طار مع الانفصال، صح؟ انا واحد من الناس كانوا دايرين يقروني نفط، دايرين ابقى مهندس واقرا نفط، هسي كان والله كان ضيعت ضيعه شديده. فالحمد لله انه يعني ما قريتها وقدرت اتخرجت من الموضوع ده بدري، والحمد لله برضو انه ما قروني طب، اجبروني اقرا طب، لانه برضو كان هسي وضعي كان بيكون مختلف تماما. الحمد لله انه والله جاني الهام، قدرت فكرت انه خشيت مجال اداره اعمال ولقيت نفسي فيه ونفع معاي واصلت فيه، والحمد لله تخرجت بتقدير كويس واشتغلت طوالي. فالثقافه يلا بتخليك شنو الظروف. زمان كان النفط لانه والله كان في ثقافه بتاعت شنو مهندس البترول ده بياخذ بالدولار، بياخذ بالدولار، وغير بياخذ بالدولار كان واحده من اكثر النقاط اللي بيلعبوا بها علينا نفسيا
بقول لك يا اخي والله 3 شهور تشتغل و3 شهور تقعد في البيت مثلا، او 3 شهور شغال وشهر في البيت. يعني انت تمشي تشتغل في الخلا والله 3 شهور او مثلا تقعد في البيت قدرهم او نصهم مثلا مركلس بس ومرتبك ماشي. فالحاجه دي بالنسبه لي كانت جميله جدا جدا، انه يا اخي والله انا ممكن امشي اتدرج في الخلا ده كم شهر، لكن اجي ارطب بعد ذاك 3 شهور اكون مقضيها من سرير لسرير اتطبح وامشي اقعد في الجبنات والقهوات والاقي اصحابي وبرمج وبتاع. ده حسب ثقافتي في او تفكيري طريقه تفكيري في الفتره دي. فالحصل شنو بعد ذاك؟ انفصل الجنوب، النفط طار، بقى ما في اي بترول في البلد. بيقول كم مليون اللي اخذوا كم 90 ديل اوائل السودان واوائل الدفع القرو نفط تسنبقوا اخذوا سنبقوا كلهم قاعدين ناس ما لاقين شغل. جزء منهم مشوا في اتجاه ثاني قروا حاجه ثانيه، جزء اختربوا وسافروا واشتغلوا في السعوديه ولا في الامارات ولا في واحده قطر ولا في واحده من الدول اللي فيها بترول. فده بوريك برضو انه سياسه الدوله لما تكون ماشيه ساي هبطرش بيحصل شنو، انه ما يكون في اي تنميه او تخطيط او تفكير. اللي بيحصل كده انه بتحصل مجالات، والله انت بتطلع مجالات بترفع نسبه القبول وبتدي ايحاء كاذب للناس انه دي مجالات عاليه وكده، وما عندك لها حواضن تستقبلها. الليله اعلى تخصص طب من اعلى التخصصات، والدكاتره الليله ما عندهم، ما بيلقوا شغل يشتغلوا، لو اشتغلوا ما مغدرين، ما بدهم مرتبات، ما بدهم. يعني ناس تعبان، اكثر ناس تعبانين في البلد دي وما لاقين عايد، وديل صفوه المجتمع انت بتضيعهم كده، ما بالك بالناس المستوياتهم اقل يعني. فما علينا، المهم في ثقافه مفروض تتخلق عشان الحاجه دي تبقى. في نماذج او قلنا رول مودلز، وديل هم اللي بيساعدوا في خلق الثقافه، اللي هم الناس اللي اشتغلوا ونجحوا عشان نحن يبقى عندنا نماذج. والله هسه اي زول في البلد دي بيعرف اسامه داود، ده نموذج ناجح، زول سوداني وطني اشتغل وبدا شغل وبزنس وبتاع وكبر وكبر وحتى بقى من اكبر الراسماليه. في زول ثاني برضه اسمه والله مثلا محمد الزاكي بتاع ترحال، ده اشتغل بدا له برنامج في سنتين قدر يصل مرحله كبيره جدا جدا. وفي نماذج كثيره جدا جدا. يلا النماذج دي كل ما كثرت وكل ما كثرت من شريحه الشباب، كل ما الشباب يشجعوا انه يخشوا في المجال ده، خصوصا في ظل معدل البطاله العالي في السودان. طيب مفروض يحصل برضه تريننج وايديوكيشن، تعليم وتطوير، وده الدور اللي بنقوم به نحن. يعني نحن بنحاول بقدر الامكان انه ننشر الثقافه بتاعت رياده الاعمال، محل ما لقينا فرصه او منصه بنقعد بنتكلم مع الناس، بنوعي الناس، بندرب الناس عشان نخلق جيل بيفهم فاهم يعني شنو ريادة الأعمال. نحن حتى لو ما قدرنا والله نشتغل في العشر عشرين سنة إنه نخلق الثقافة أو نقدر نخلق البيئة المناسبة، الناس اللي بعدنا يقدروا يخلقوها. في برضو مفروض يكون في access to market، وده بتخلقه الحكومة. مفروض تحصل اتفاقيات تجارية بين الدول تسهل لي وصول منتجاتي دي اللي أنا بعملها لباقي الدول المجاورة. الليلة زي ما الاتحاد الأوروبي مثلا ما في ضرائب، في قوانين كثيرة فيه عشان تسهل التجارة، يقول لك مثلا والله بين الدول دي ما في ضرائب، ما في جمارك، ما في ما في ما في. فبالتالي أنا لو اتخلقت حاجة زي دي تخيلوا مع مصر، مع رواندا، مع نيجيريا، مع السعودية، أنا بقدر يعني أكون منتجات وأصنع منتجات محلية وأسفرها للأسواق العالمية عشان تنافس، صح؟ فدي برضو الوظيفة بتاعت المؤسسات الحكومية. مفروض يكون في سياسة أو سياسات قوانين وتشريعات تدعم دور ريادة الأعمال. يعني في دول الليلة عشان تأسس عمل، تأخذ لك اسم عمل ولا تأسس شركة بالموبايل، في صالون بيتك بتقدر تشتغل الشغلة دي، بتخش بتعمل تكتب الطلب وتقدمه وتدفع الرسوم وتعمل كل الإجراءات طوالي أونلاين في موقع مثلا المسجل التجاري أو وزارة التجارة، وتأخذ في يومين بتأخذ التصديق وانت قاعد في بيتكم. تعال شوف هنا الجرجرة، أمشي وتعال والمسجل التجاري وجيب الورقة الفلانية وامشي السباك الفلاني أدفع وتعال. فجرجرة كثيرة ما في لأي لازمة. نحن زمننا من الواسع كسودانيين كله ضايع في الصفوف، طاقتنا كلها ونايف في الجرجرة وفي الصفوف، أمشي من هنا وتعال لهنا والشغل زي ده. فإنت محتاج أنه تفرغ الناس للإنتاج وللعمل وتوفر لهم البيئة بأنه شنو تمنع عنهم كل الحاجات الشوشرة الثانية دي، يعني القوانين، الشغل، الإجراءات، الحاجات، أي حاجة زول دائرة يلقاها في متناول اليد ما يضطر يهاجر لها. دي حتة مهمة جدا جدا.
السياسات ذاتها القوانين اللي بتنظم الأعمال المفروض تكون برضو متطورة. يعني قانون حماية الملكية الفكرية، قانون أعمال الشركات، الأعمال، الحاجات دي لازم برضو تكون هنا. يعني قانون الشركات في زول عارف تعمل 1925 وتقريبا حصل له تاني مراجعة في 91 ولا كم صح؟ أيوة. وتاني حصل له مراجعة أفتكر 2005 ولا شنو، لكن يعني كلها تعديلات أو مراجعات بسيطة بس عشان يقولوا نحن هبشناه، لكن جوهره أنت لو مسكته فيه فيه عيوب كثيرة جدا جدا جدا. فلازم تقعد لجان حكومية أو برلمانية تراجع الكلام ده عشان البلد دي تمشي ليه قدام، تتفتح بيئة للاستثمار. أنت ليه كان فتحت ليك طبلية ساي، بكرة يجيك بتاع المحلية دائرة النفايات، بكرة بعده يجيك بتاع الضرائب دائرة الضرائب، بعد بكرة بعده يجيك بتاع المعارف، شو بيفتحوا لك حاجات كده ما عندها أي لازمة، ونفرة وتشجير وتزريع وزلط ورسوم نظافة ورسوم شنو ورسوم شنو، كلها حاجات وهمية، جبايات وهمية، جبايات كلها هتتفاجئوا لما يحصل جرد الحساب والشغلة دي تقلب مدنية إن شاء الله، ونبدأ نشوف والله تبدأ تحصل محاسبة، هتتفاجئ بأن القروش اللي احنا بندفعها كشعب سوداني كرسوم وجبايات دي ما في أي حاجة منها كانت عايدة علينا، ولا بتخش ذاتها خزينة الدولة، كلها بياخدوها أفراد بتتجنب. يعني أنت الليلة وبتدفع 100 جنيه، في 100 جنيه دي في 20 جنيه دي خاشة جيوب ناس، والـ80 ممكن تكون خاشة مثلا الدولة. طيب في كل معاملة 20 جنيه، شوف السودانيين دل في اليوم بتحصل كم معاملة، شوف كمية القروش المهدرة والما خاشة الناس ما قادرة تستفيد منها. فدي حتة مهمة جدا جدا، لازم يكون في سياسات جاذبة، لازم الجباية والكلام الفارغ الكثير اللي بيحصل ده يقف عشان الناس تقدر تشتغل وتقدر تنتج، ولازم تشجع. بالعكس أنا لما أجي داير أفتح شغل، داير أحل مشكلة البطالة، داير أبقى زول منتج، تفرض تشجعني تديني رأس المال وتقول لي يا أخي أنا أجيك في بيتكم أفتح لك الشركة دي، وكان ما عندك دكان نديك وأي حاجة نسهل لك. لا أنت بالعكس، أنت أنا بمشي أتعب وأعاني عشان أجيب رأس المال، وبعدك بتقالعني فيه وتضيق علي. فالفهم ده مفروض يتغير. الشركات بتلعب دور بأنها تدعم وتخلق برامج زي برنامج مثلا مشروعي، كان بيتعامل مسابقة مشروعي بتاع ريادة الأعمال، دي كلها مشاريع وبرامج بتساعد في نشر الثقافة والوعي بتاع ريادة الأعمال إنه العمل الخاص، وبتدي أمل للناس بأنه يا أخي والله في نماذج ناجحة والناس ممكن تشتغل على مشاريع أو كده وتستفيد. في support organizations و funding organizations اللي هي مؤسسات داعمة، في مؤسسات بتاع التمويل مفروض تكون زي نمرة واحد البنوك، نمرة واحد زي البنوك مفروض تمويل، تمام، تمويل الأعمال دي. لكن البنوك عندها إشكالية، يعني البنوك برامج فاين، احنا محتاجين لمؤسسات مختلفة. البنوك معروف عنها إنها استثمارات جبانة جدا جدا، ما بتستثمر، يعني عندها أغلية بيقولوا عليها risk averse، يعني ما بتحب المخاطرة كله. يعني الليلة لو دار تمشي تمويل لك مشروع بمليون أو بمليار من البنك، أول حاجة بيطلبوها منك شنو؟ شيك بتاع ضمان، شيك بتاع ضمان ولا رهن بتاع بيت ولا صح؟ أنا كان عندي رهن، كان جيتك أنت طيب ما كان مشيت الرهن ده بعته، ولا كان عندي شيك قروش بكتب بيها شيك قدر ده ما كان مشيت عملت بيها الشغل ما كان جيتك أنت. فهم بيعملوا كده ليه؟ لأنه داير يضمن، ما دي قروش، ما قروش هو كبنك، دي قروش بتاعت منه مودعين، وهو داير يضمن بقدر الإمكان إنه القروش دي ما تضيع. بدون بيقول لك يا خلاص أنا بديك مليار لكن تكتب لي شيك ضمان بالمليار ده ذاته، وباخد منك نسبة بتاعت أرباح مثلا 20% أو 10% أو 3% أو 8% كل سنة مثلا أو كل شهر على الحاجة اللي أنا اديتك لها دي. فدي واحدة من وسائل التمويل الما فعالة بالنسبة لشنو؟ الناس الدائرين يشتغلوا في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. المشاريع الصغيرة والمتوسطة دائرة استثمارات جريئة، دائرة ناس عندها رؤية ومستعدة تدفع حتى لو القروش دي شنو تضيع. لكن البنوك ما بتساعدك، فأنت محتاج تركز أو محتاجين نفعل دور المؤسسات المانحة دي، واللي هي برضو زي مثلا مسابقة مشروعي والحاجات اللي بتحصل زي دي، ويقول لك التمويل الأصغر وكده، دي كلها مؤسسات بتلعب الدور ده إنه والله تقدم للناس حاجة اسمها seed fund اللي هي شنو رأس المال المبدئي ده، ما بمشيك لكن شنو بيبدأ لك أمورك، يعني بيخد لك حاجة رأساس.
محتاجين لحاجة اسمها support organizations. ثاني آخر حاجة اللي حاجة اسمها حاضنات ومسرعات الأعمال، ودي بدأت ريسنتلي تنتشر في السودان برضو أو تظهر. حاضنات الأعمال دي اللي هي فكرة بتاعت شنو؟ زي الحضانة بتاعت الطفل. الطفل ده أول ما يتولد لو عنده مشكلة أو لو عنده نايب يمشي بخدته في شنو؟ في حضانة. الحضانة دي دورة يحصل شنو؟ إنه الطفل ده ضعيف بترعاه لحد ما يصل مرحلة يبقى شاد حيله قادر يتنفس قادر يتحرك كويس قادر كده، بعد ذاك بيطلع من الحضانة دي صح؟ فحاضنات الأعمال بنفس الفهم بيجي أنت زول أبيض ما عندك أي فكرة عن العمل الخاص أو العمل التجاري، ما عندك رأس مال، ما عندك أي شيء، بتقوم بتحتضنك بتقول لك يا أخي أنت بس نحن دايرين فكرة، بيقوم بيجيبوا الفكرة بتاعتك دي بيغيموها بيمسكوا الفكرة دي لو نفعت لو حسوا إنها عندها جدوى بيقوم بيدخلوك البرنامج بتاع الحاضنة. في الحاضنة دي بيوفروا لك شنو؟ أول حاجة مكتب محل تقعد تشتغل فيه، بيوفروا لك ناس خبرة زي دكتور طارق زي الناس اللي بتفهم في إدارة الأعمال وفي البيزنس، يجي يقعدوا معاك يوروك الحاجة دي بتتعامل كيف، يعملوا لك تدريب متخصص ويوفروا لك رأس المال. في بعض الحاضنات ما كلها بتوفر لك رأس المال المبدئي اللي هو شنو؟ السيد فند. ده كده انت بتقدر شنو؟ تقيف على كرعينة نقول الله تأسس فريق وتبدأ تعمل الفكرة وتعمل نموذج العمل وتبدأ تشتغل وتأسس اسم عمل وتبدأ وبعد ذلك تمشي ليه قدام. المؤسسات الثانية اللي بتشبه الحاضنات هي حاجة اسمها المسرعات، والمسرعات فهمها بيختلف بشنو. انت حاضنة الأعمال انت زول عندك فكرة بتاعت شغل أو بزنس أو عمل تجاري لكن لا عندك تمويل لا عندك معرفة دراية، بيجيبوك بيبدوا معاك من الألف يعني زي الروضة بيسلموك أي حاجة بقويموك على حيلك. المسرعات لا، انت زول اشتغلت وجربت الفكرة والفكرة نجحت وبدأت تدخل قروش لكن محتاجة شنو؟ استثمار عشان شنو؟ تكبر. يعني أنا مثلا والله بدأت لي مشروع تجاري مثلا على إمام زراعي مثلا في مدى والله مثلا فدان واحد، جبت لي زرعة جديدة جبت لي نوع جديد بتاع سماد واكتشفت اخترعت لي حاجة واكتشفت لي فكرة، الفكرة دي خلقت تطور ونمو كبير جدا جدا جدا، ف أنا شغال عليه فدان والحاجة دي نجحت وأثبتت نجاحها وخلقت عوائد كبيرة جدا جدا. دائرة رأس مال عشان شنو؟ بدل ما تبقى في فدان واحد تبقى في 100 فدان. بيقوم بيجي زور ناس المسرع عديل بيجي بيقول لك خلاص نحن بناخد نسبة يعني تسجل لنا جزء من الفكرة دي لنا وبنديك أي حاجة انت دائرة. يعني انت والله محتاج مثلا 5 مليار نحن بنديك 5 مليار دي لكن بشرط تسجل لي جزء من هنا. ديل شغالين بيفهم شنو؟ يعني زي ما بقولوا قليل من كثير. يعني أنا أحسن يكون عندي 1% من عمل قيمته مليار دولار ولا يكون عندي 70% من عمل قيمته 100 دولار، صح؟ يعني لو خيروك إنه يكون عندك 1% أو جزء نسبة بسيطة جدا جدا في مشروع مثلا في واحدة من شركات أسامة داود دي، ولا نديك دكان كامل حقك براك في السوق العربي، تختار يا هذا؟ دكان تختار الدكان. فدي بتبقى الفكرة انه انت والله يا اخي دي الشركات عارفة انه المشروع ده هيكبر هيدخل عوائد كبيرة جدا جدا جدا، بتكون بتستثمر على الاساس على اساس انه العوائد دي لما تتضاعف هم نسبتهم 1% دي بدل ما استثمروا الليلة مليار المليار ده بكرة هيبقى 2 و5 و6 و10. فدي مؤسسات كلها او حاجات عناصر لازم تكون موجودة في البيئة عشان شنو ريادة الأعمال تشتغل. في ظل عدم وجود الحاجة دي ريادة الأعمال ما بتشتغل. طيب في مفهوم برضو مرتبط بريادة الأعمال اسمه ريادة الأعمال الاجتماعية، تمام؟ هو في ريادة الأعمال في زول داري يعمل بيزنس والبيزنس ده معروف بس شغل شنو؟ تجاري ربحي بحت، ما في أي هدف مجتمعي، ما في أي فكرة أو أي حاجة بتغير حياة الناس أو تطورها نحو الأحسن. في فهم تاني اللي هو ريادة الأعمال المجتمعية، ده برضو مفهوم جديد برز مع مفهوم ريادة الأعمال. طيب واحدة من المفاهيم المغلوطة الناس لما يفتكروا يسمع لما تسمع والله كلمة ريادة أعمال اجتماعية معناها شنو؟ الحاجة دي بتتوقع بتعني شنو؟ لحل برامج اجتماعية. طيب تاني في زول قال حاجة هنا شغل خاص عن غير ربحية. طيب حد واحد يعني شغل مثلا نفر واحد حد واحد أيوة. طيب تاني تفضل.
ما سامعك على صوتك. ممكن تكون زي المدارس الخاصة. زي المدارس الخاصة أو كده. طيب دي مجموعة من ال من ال من المشاركات اللي هي بتوضح إنه والله الفهم المغلوط بخصوص ريادة الأعمال الاجتماعية. كثير من الناس لما يسمع كلمة اجتماعية دي بيفتكر إنه الحاجة دي غير ربحية أو حاجة شنو بس تطوعية ساي. وده فهم خاطئ. ريادة الأعمال ما منظمات. ريادة الأعمال أو الأعمال الاجتماعية ما منظمات وما حاجة زي ما بقولوا عمل خيري. تمام؟ فهي ما شركات أو منظمات خيرية. في نفس الوقت هي ما شركات بتدخل قروش أو بتستثمر قروش. عشان بس توضح للناس إنها والله شركات وطنية أو شركات طيبة أو ذاتنية طيبة أو كده. لا. هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن شركات الغرض بتاعها ربحي وتجاري. لكن بس الفرق بينه وبين الشركات الثانية إنها هي زي ما قلنا بتخاطب مشكلة اجتماعية أو اقتصادية أو كده. وفي أغلبها بتكون اجتماعية لأنه نحن قلنا اسمها ريادة أعمال اجتماعية. فبالتالي هي بتواجه مشكلة اجتماعية. فالمدرسة مثلا ممكن تكون نموذج لريادة أعمال اجتماعية. لكن بيبقى الفكرة شنو في إنه الفريد شنو وأنا جبته جديد شنو. ملايين المدارس موجودة والمدارس هي شغالة كأعمال تجارية فعلا هي بتقدم خدمة اللي هي التعليم. لكن هي ما بتقدمها بصورة فريدة ولا بتحل بها مشكلة كبيرة. نحن هنا بنتكلم عن أعمال بتواجه مشكلة اجتماعية وبتحل مشكلة اجتماعية بواجهها الناس. يا إما والله مثلا إنه والله في حاجة معينة مثلا غالية ما موجودة. أي والله إنه يا أخو والله أنا ما بقدر في سلعة معينة ما بقدر أشتريها وما بتتوفر لي وإلى آخره. فأنا بقدر بقوم بخلق 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 حاجة أو شغل يحل المشكلة الاجتماعية دي. وعن طريق حل المشكلة الاجتماعية دي أنا بخلق عوائد مادية. دي ريادة الأعمال الاجتماعية. بالمقابل في ريادة أعمال اللي هي شغل شغل صرف زي مثال بعينه. ممكن نقول تطبيقات المواصلات دي هي ريادة أعمال اجتماعية لأنها خاطبت مشكلة. كان في مشكلة بتاع إنه يا أخو والله الناس ما لاقين زي المدارس والمستشفيات في حتات بكون ما موجودة فيها. لا فيها مدرسة لا فيها مستشفى في حتة. أيوة. بس بعد ذلك بيبقى زي ما قلنا الفكرة إنه إنت ريادة الأعمال واحدة من السمات الأساسية فيها الابتكار. إنه إنت شنو الحاجة اللي بتجيبها جديدة عشان تخاطب مشكلة اجتماعية قائمة. برنامج شنو؟ أرض السمر. أرض السمر اللي هو بيعمل شنو؟ اللي هو بيوري الشعب السوداني بشكل عام عن السياحة في السودان واللي هو الاختلاف اللهجات مثلا الاختلاف الأثري بعرض في التلفزيون. بس في مقابل مادي بيجي للمشاهدات. مقابل مادي بيجي. ممكن نقول البرامج هاي البرامج التلفزيونية مثال. لكن هنا دائما بنعني لما تقول ريادة أعمال اجتماعية بتقول إنه الأساس الكاستمر بتاعك أو الزول اللي أنت بتتعامل معه العميل بتاعك هو زول بيعاني من مشكلة. معالجة لمشكلة. يعني مثلا في غرية بتعاني والله مثلا من إشكالية في المياه. وأنت جبت لك فكرة جديدة مثلا قدرت توفر الموية للغرية دي وتاخذ مثلا مقابلة عوائد مادية مثلا. زي شركات المواصلات تطبيق المواصلات في مشكلة بتاعت والله عدم توفر بتاع مواصلات. المواصلات أسعارها غالية ولا بجهاز التكاسي ما آمنة ما فيها تكييف ما فيها مجموعة من المشاكل الاجتماعية خاطبتها لي وقدمت لي حل. في شركة تانية هسي قائمة بتاعت كريم هنا زراعية لو سمعتوا بها اسمها تقريبا فريش اللي هي منتجات زراعية اللي هم بقوم بيجيبوا لك خضار. طيب الجديد في كده شنو؟ هسي كلنا بنشتري الخضار صح؟ لكن اللي بيفرق انه انت لما تمشي تشتري خضار الليلة الخضار مما يطلع من المزارع لحد ما يصلك انت بيمر له زي 50 نفر كده. الخمسين نفر ده كل زول بياخد لك جنيه جنيهين جنيه جنيهين جنيه جنيهين. العجورة بدل ما تكون ب10 جنيه بتصلك بتبقى ب50 جنيه. فطيب جو شباب قام مشوا وفي المقابل سيد الخضار ذاته التعبان فيه والزارع وساقيه وقاعد زي ما بقولوا مباريه والليل والنهار مراعيه بالشهور ما بياخد المبلغ ده. يعني في الناس سيد الخضار بيجيو زول الزرع بياخد 10 بس في 40 جنيه بتمشي لمنه للسماسرة في النص والناس الوسط في النص. فقاموا عملوا شنو الشباب ده؟ قاموا مشوا قعدوا مع المزارعين شافوا المزارعين مشاكلكم شنو
والله مشاكلنا يا أخي إنه والله مثلا الخدار ده ما دائما بيتصرف، مرات بيبور مثلا ما بيجوب شيء ياخده مننا، مرات كثيرة مثلا الخدار ده نحن ما بنستفيد، يعني مرات التجار بيضغطونا في السعر عشان يشيلوا مثلا بسعر معين، فنحن ما مستفيدين، عندنا مشاكل بتاعة أسمدة عندنا عندنا عندنا. طيب قام عملوا تطبيق بنفس الفهم، بالمقابل أنا زول في البيت عشان أشتري خدار بسعر مناسب أضطر أمشي الملجة أو السوق، ولو اشتريته من الهناية الجنبية المحل الجنبية أو الخدرية الجنبية أشتريه بسعر غالي جدا جدا والجودة ذاتها ما مضمونة. طيب قام عملوا شنو؟ مشوا اتفقوا مع أسياد المزارع إنه يأخذوا منهم الإنتاج بتاعهم كله بصورة ثابتة ويقدموا لي أنا ده المستهلك ده. طيب بدل ما سيد سيد المزرعة كان بياخد مثلا 10 جنيه يدو 15 جنيه، وبدل ما العجورة تصلني ب 50 جنيه بقد بتصلني مثلا ب 16 جنيه، هم بياخدوا مثلا جنيه واحد في العجورة كده. حلوا لي مشكلة ولا ما حلوا؟ حلوا طبعا. قالوا لي السعر الخدار بيجيك لحد عندك، ما بتضطر تطلع تمشي تفتشه في ملجة ولا في بتاع بسعر الملجة، بيصلك بعربية ولا بموتر لحد عندك في باب البيت بتطبيق. الحاجة الثالثة بيصلك مغلف، بيعزلوا الخدار، بيصلك يعني الخدار ذاته بتاعهم ده لما تجي تغارنه بالخدار القاعد في السوق ولا القاعد في الهيئة ما بيشبهه، يعني حاجات كده غليظة غليظة وسمحة سمحة ونظيفة نظيفة ومغلفة، بيجيك في كيس مغلف بصورة كويسة بصورة كده. حلوا لك مشكلة ولا لا؟ يلا ده مثال لريادة الأعمال الاجتماعية اللي بنتكلم عنها، هو زول حل مشكلة للمواطن أو للزبون، وحل مشكلة للناس ذات الأساس اللي بتقدم الخدمة للزبون أو المزارعين، قدر يربطهم بصورة مميزة، رفع لي الجودة، قلل لي السعر، رفع للزول ذاك العائد المادي اللي بيجيه وقلل لي الخسائر، هو كده مستفيد في مصر. قطع الوساطة وقدر يقدم الوساطة دي بصورة بسيطة وقدم قيمة. واحدة من المشاكل في الوساطة دي لأنهم ما بقدموا، يعني هسي زي السماسر في الكرين، يعني مثلا السمسار بياخذ مبلغ كبير جدا جدا على العربية، مرات أكثر من سيدة ذاته أو أكثر من الزول الصناعة ذات الخواجة الصناعة ذاته بياخذ قروش قدر صح؟ فهو ده زول بياخذ وما بقدم حاجة، يعني العربية دي من تقيف عنده لحد ما تمرق منه بزيد فيها بدوك فيها مسمار. فأنت بتلقى إنه يا أخو الله في ناس الوسطى في النص دين، الزول اللي بيطلب اللي بيشتري الخدار، التاجر بيشتري الخدار من سيد الخدار، وبعد ذاك الزول اللي بيرحله، وبعد ذاك الزول اللي بتاع السوق الشعبي مثلا أو بتاع الملجة، وبعد ذاك الزول بتاع الدكان جنبكم والزول الخضار جنبكم، دين كلهم ناس بس شنو؟ بتاجروا تجار، ما بضيفوا حاجة، لا بغلفوا لا بغسلوا لا بنظفوا، بس هو الخدار ده قاعد بيشتروا، ده بيشتري من ده وده بيشتري من ده وده بيشتري من ده، بيبيعوا لك بسعر عالي. فانت بيبقى القيمة شنو اللي بتخلقها؟ لازم تخلق قيمة مضافة عشان الناس شنو تتجه لك. يعني انا لو قدمت نفس الخدار بنفس السعر بنفس في نفس الحتة اللي بيقدم الخدرجي، الناس هتجي تشتري مني؟ فانت لازم تقدم حاجة جديدة. الحاجة الجديدة اللي بقدمها انه السعر افضل وانه الخدار جودته اعلى وانه مغلف ومقدم بصوره البرزنتيشن مقدم بصوره جميله كده، دي اسمها رياده اعمال اجتماعيه. طيب نجي نتكلم عن حاجه اسمها العمليه الرياديه، ومفترض اختم انا زمني كم فاضل لي كم؟ والله يعني الفقره اللي بعد الساعه كم عشان أعرف أسهب ولا أختصر؟ شكرا يا حبيب. ها؟ متيسة. في الفقرة بعد الساعة كم؟ لا المفروض كان تبدأ لكن واصل بس. يعني واصل لحد واصل. تمام. طيب في حاجة اسمها يلا العملية الريادة. تكلمنا عن ريادة الأعمال كمفهوم. تكلمنا عن من هو رائد الأعمال والصفات المفروض تتوفر فيه. تمام. وتكلمنا عن إنه ريادة الأعمال دي جزء منها موهبة، والجزء الثاني هو عبارة عن شنو؟ ميد. تعليم. يعني حاجة ميد، حاجة بتقدر تخلقها في الناس، بتقدر تخلقها في الناس. فالحاجة اللي بقدر أخلقها في الناس دي بعد دراسة مستفيضة في مراكز بحوث في مؤسسات في ناي عملت دراسة لريادة الأعمال الصفات الموجودة في رواد الأعمال لكده عشان يقدروا يكتشفوا العملية الريادية دي بتتم كيف. وهو هي لو حاجة قلنا إنها بيقدر يتم تعليمها، معناتها أنا لازم أحللها وأفهمها عشان أقدر أدرسها للناس التانين صح؟
يعني زي الليلة والله يا أخي المعادلات الكيميائية أو زي الضوء أو زي الكهرباء. الليلة أنا عشان أقدر أخلق كهرباء أو أقدر أعلم زول تاني يصنع الكهرباء بالضرورة أنا أفهم الكهرباء دي جات كيف وحصلت كيف وبتصنع كيف وبتتم كيف صح؟ فقام المعاهد مراكز البحوث والحاجات دي كلهم قعدوا درسوا الحاجة دي درسوا نماذج كبيرة من الشركات ومن رواد الأعمال عشان يقدروا يصلوا للغاز المشترك بين الناس ديل شنو يصلوا لصيغة معينة هي يقدروا يقدموها أو يقدروا يعلموها يكتبوها كده في كتب ويعلموها للناس اللي هي العملية الريادية. العملية الريادية في مراجع كثيرة بتتكلم عنها لكن كل مرجع بيتكلم عنها من منظور مختلف. كلها بتشترك في مجموعة من الخطوات الأساسية. أول حاجة اللي هي عبارة عن شنو؟ An opportunity identification. دي أول خطوة في العملية الريادية. اكتشاف الفرصة. اكتشاف الفرصة يعني شنو؟ يعني أنا أفهم إنه في مشكلة. أنا كان عرفت إنه في مشكلة خلاص كده أنا قطعت نص الطريق. كان عرفت المشكلة هي شنو؟ ومواجهة منه ومواجهة وليه كده أنا حليت نص الطريق. طيب الليلة السودان ده واحد من الدول الخصبة جدا 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 لممارسة ريادة الأعمال. ليه؟ ببساطة لأنه السودان كله مشاكل محل ما تقبل مشاكل. يعني أنا دار واحد فيكم سريع بس الديني أو واحدة فيكم سريع تديني نموذج لمشكلة بتواجهنا أو بتواجهك أنت شخصيا. مشكلة دي ممكن تكون خدمة منتج حاجة بتواجهك يوميا مشكلة بس أي مشكلة. مياه مياه المياه الموية الليلة مشكلة. طيب في قطاعات الليلة مثلا مرات الحكومة بتكون هي ماخدة الكنترول عليها بيفهم انه دي قطاعات حيوية وقطاعات استراتيجية زي الكهرباء زي نا بيتم انه والله بتتأمم وبيكون محتكر للحكومة فبالتالي ما بتقدر تشتغل فيها. في دول تانية انت مثلا الكهرباء اللي هي الكهرباء هنا محتكرة للدولة لكن برا انت ممكن تشتغل تعمل شركة بتاعت كهرباء وتبيع الكهرباء لأي زول وفق ضوابط معينة. فممكن الموية نقول انه والله هي إشكالية فعلا لكن انت ما تقدر تشتغل على مستوى الدولة لانه الدولة هي محددة لكن ممكن تشتغل على مستوى نطاق ضيق. في زي هسه الناس اللي بيبيعوا الموية ببساطة في ناس الليلة عندهم برد 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 او جركانات او بتاع بالذات في الاحياء الطرفية عنده والله كار ورابط فيه وناي بيبيع ده زول اكتشف فرصة يعني اكتشف انه في فرصة في مشكلة بتواجه الناس. الناس ما عندها موية مش هم اللي تنكر ملاو موية وبرميل ملاو موية جباعوا للناس دي فرصة صح؟ فدي دي دي واحدة من الحاجات. ففي مجموعة من الفرص تاني ممكن تدوني مثال لمشكلة النفايات. نفايات مشكلة مشكلة كبيرة جدا وممكن مليون فكرة تجي لمعالجة النفايات دي وتخلق الليلة في زول عاقل أو في أسرة ممكن تقدم لها حل لأنه والله تجي تاخد النفايات دي من قدام الباب بصورة كويسة وبصورة مرتبة وبصورة منظمة ترفض إنها تتعامل مع الحاجة أو تأخذ الحاجة دي وترفض. ليه؟ لأنه دي مشكلة بنعاني منها كلنا وساخت الحي وساخت المنازل وعدم الاستقرار في موضوع النفايات. والنفايات دي ذاتها في دول عملت منها ثروة. النفايات ذاتها إن إحنا مستهينين بها ما قادرين نلمها دي ذاته خليك من إنه موظفة. في دول تانية لمتها وظفتها وخلقت منها طاقة بديلة. دي المشوا المرحلة الأبعد يعني ما مرحلة إنه والله بس تشيل النفايات تتخلص منها لا النفايات ذاتها اللي بتتخلص منها دي خلقوا منها طاقة بديلة. فالنفايات مشكلة في مشاكل كثيرة لكن في نوعين من البشر. في زول الممكن يجي ماشي تلاقي حفرة تعتر وترميه ويمشي يفوت يخليها وفي نوعية زول ممكن تعتر يدنقر فيها يردمه وعشان يمشي عشان تاني ما يجي تعتره. ده الفرق بين الزول القبيل قلنا الزول الريادي والزول الما ريادي. الزول الريادي ده بشوف الفرصة ضوالي بيكتشفه يعني بيقدر يفهمها. في زول تاني والله يمكن يجي قاطع بجنبه يوم يعني لا كده ويفوت. فدي بتبقى الفكرة انه يا اخو الله مجتمعنا ده مليان فرص ومليان مشاكل نحن محتاجين نلقى مشكلة واحدة نلقى لها حل. فدي اول خطوة انه تكتشف شنو المشكلة ما هي المشكلة. اثنين الopportunity assessment. طيب أنا اكتشفت مشكلة في مشاكل تستاهل إنه يتم الالتفات لها في مشاكل ما بتستاهل صح؟ في مشاكل حجمها كبير في مشاكل ما عندها حجم يذكر. فبالتالي أنا في مشاكل ممكن أحلها أو أشتغل عليها في مشاكل ما ممكن دي اللي هي الحتة بتاعت
الاوبورتيونيتي اسسمنت، انه انا والله في مشاكل، المشكله مجرد ما عرفتها مفترض احللها اشوف بتواجه كم زول. يعني مشكله المويه دي انا الليله والله، ولا السودان فيه 40 مليون ما شاء الله كلهم واصلهم المويه، ما عاد والله في زي 50 نفر قاعدين في قريه شنو كده ما عارف في اخر الدنيا ما عندهم مويه. هل ده مشروع بيستاهل انه انا اشتغله؟ لا ما ده اتحرك له من الخرطوم هنا ادور وشيل لي راس مال وامشي عشان اشتغل عليه؟ لا ليه؟ لانه الموضوع ده والله بيواجه 50 نفر، وال50 نفر ديل كان يشتروا مني المويه تمنى كم 10 2 20 جنيه، كان يشتروا مني كلهم 50 في 10 500 او 50 في 20 ب 1000 ده دخلي في اليوم. فدي فرصه ما مجزيه، حجمها ما كبير والعائد منها ما كبير، فدي بركينا على جنبها. بمسك مشكله ثانيه مثلا زي موضوع النفايات ده، النفايات دي مشكله بتواجه اي بيت سوداني، زي موضوع المواصلات، المواصلات دي مشكله بتواجه اي مواطن سوداني، زي مشكله شنو في مشاكل في الاكل في الشراب في التوفير بتاع الحاجات دي صح، في مشاكل بتواجه مرات ما افراد، في مشاكل بتواجه مؤسسات. يعني ليه لو لفيت على الشركات ديل سالتهم قلت لهم يا اخي والله عندكم بتواجهوا مشكله في شنو ممكن اقدم لكم لها حل احل عليكم، في مليون مشكله بس داير زول شنو يمشي يلف على الناس ديل. المطاعم الشغاله في ولايه الخرطوم دي عندها مشاكل، يعني ليلة الناس قبيلة اللي تكلمت عنهم في موضوع الخدار وما الخدار ديل لفوا على المطاعم لقوا انه والله في مطاعم كثيره بتعاني من الخدار، جوده الخدار بيصلح والخدار ذاته ما بتلاقي بصوره كويسه وبصوره متوفره. طيب لو جيت قلت المطعم ده يا اخي والله انا ملتزم اقدم لك الخدار ده بصوره يوميه واوصله لك لحد عندك ومغلف واضمن لك جودته، بيشتغل معاك ولا ما بيشتغل؟ في كم مطعم في ولايه الخرطوم؟ في كم مطعم في السودان؟ دي فرصه يلا تستحق انه شنو ازول اشتغل عليها. فانا مجرد ما لقيت الفرصه الحاجه الثانيه لازم اعملها اعمل opportunity assessment تحليل لحجم الفرصه عشان افهم الفرصه دي هل حجمها كبير ولا لا، هل العائد منها المتوقع منها كبير ولا لا، لانه ده بعدين اللي بيقنعني لما اجي اتكلم عن التمويل بعدين ده اللي بيقنع لي الزول شنو الجلاب اللي هيديني القروش ده، ده الكلام اللي بيقنعه لي لما اجي اقول له يا اخي والله انا عندي الفكره الفلانيه والفكرة الفلانية بتخاطب المشكلة الفلانية والمشكلة الفلانية دي بتواجه 40 مليون نسمة، لو كل واحد في 40 مليون نسمة ده دفع لك جنيه واحد في اليوم انت في اليوم بتعمل 40 مليون وقيس على ذلك أزول ده بيدفع ولا ما بيدفع؟ بيدفع. فبيبقى المنطق كده المستثمرين بتسوقون بالفهم ده، انت ليه عشان تتعامل مع مستثمر لازم تسوقه بالفهم ده، انه توضح له المشكلة حجم المشكلة وحلك المقترح وكيف هتنفذه عشان هو شنو يدفع. فدي الخطوة الأولى قلنا إنه اكتشف المشكلة، الخطوة الثانية إنه أحلل المشكلة وأحددها وأعرف حجمها، الحاجة الثالثة إنه أجيب الحل. ما أنا عرفت إنه في مشكلة وعرفت إنه المشكلة دي بتواجه عدد كبير، طيب الحل شنو والحل ده ذاته هيتنفذ كيف؟ دي حاجة اسمها البيزنس بلانينج اللي هي تطوير خطة العمل. يعني أنا والله عرفت إنه في مشكلة بتواجه 40 مليون شخص، موضوع المواصلات نمسكه كمثال لأنه مثال واضح، ال 40 مليون شخص ديل أنا لو داير أقدم لهم وسيلة بتاعت مواصلات، الخيارات اللي عندي شنو كأفكار ممكن أجيبها؟ والله ممكن أشتري أنا أسطول حقي زي ما شركات التاكسي بتعمل صح؟ أنا ممكن يا أخي والله أجيب وسائل بتاعت مواصلات فردية أو جماعية، ممكن أشتري حافلات وأشغلها كده أنا أكون حليت مشكلة للمواصلات الجماعية، ممكن أشتري عربات وأشغلها في السوق ده حل. الحل الثالث واللي هو ده الأفضل والبيكا شغال عالمياً إنه لا أنا ما أتعب أستثمر وأكمل قروشي في شركات وفي عربات وفي استثمارات ضخمة، ليه عربات ما هي أساساً قاعدة في الشارع، طيب أنا وظيفة كيف؟ يعني هسي زمان أي زمان موضوع المواصلات ده كان والناس اللي سافروا الخليج، يعني هنا ما عندنا الشركات بتاع التاكسي، لكن لو مشيت الخليج لو مشيت امريكا لو مشيت بتلقى في شركات معينه هي شركات بتاع التاكسي، شركه بكون عندها مثلا 200 300 عربيه شغاله تاكسي بطريقه معينه. طيب الشركه دي عشان تشتغل دايره راس مال مثلا ما اقل من مليون 2 مليون ريال عشان تشتري الكم الهائل من العربات دي، فانا ليه امشي في اتجاه انه اشغل عرباتي اشتري عرباتي واشغلها؟ ليه ما امشي في اتجاه انه
أشغل العربات أو أوظف الموارد الأساسة موجودة، وده اللي هو حاجة اسمها shared economy أو الاقتصاد التشاركي، وده هسه بقى حاصل في العالم. ليه؟ لأنه أنت في العالم بقى عندك موارد كثيرة مهدرة، زي شبابنا الموجودين في السودان ديل العطالة، الواحد من كل ثلاثة شباب ما شغالين، دي الناس قاعدين هنا. بالمقابل في دول تانية عندها وظائف أو عندها فرص بتاعت عمل. أنا ليه ما أشيل الكم مليون شاب ديل وديهم عشان يشغلوا الوظائف بنفس الفهم؟ أنا عندي عربات موجودة وعندي ناس دايرين مواصلات، ليه ما أشغل العربات الموجودة للمواصلات؟ في فكرة تانية اتعملت برضو في أمريكا، حاجة اسمها Airbnb اللي هي شركة عقارية، ودي حاجة من الحاجات. يعني هسي أنا كان لاقاني زي إنفوغرافيك أو تصميم طريف كده يقول لك هل تعلم إنه أكبر شركة بتاعت مواصلات في العالم ما بتملك ولا عربية واحدة؟ هل تعلم إنه أكبر شركة بتاعت عقارات في العالم ما بتملك ولا شقة واحدة ولا غرفة واحدة؟ هل تعلم إنه شيء أكبر شركة بتاع التجارة الإلكترونية في العالم ما عندها ولا مخزن أو ما بتاع ما عندها ولا استوك ولا قطعة بتاعت مخزون واحدة؟ فده ده 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 الفهم اللي بيجوا شغالين بيه والناس برا. Airbnb دي فكرة برضو نفس فكرة تطبيقات المواصلات. في شركات بتقوم بتعمل فنادق، بتعمل شقق، بتعملها بتأجرها ويتعبوا فيها ويستثمروا فيها بالملايين. بالمقابل كلنا كده ساكنين في بيوت، صح؟ كلنا عندنا غرف في البيوت دي ممكن تكون فاضية اليوم كله. يعني أنا الصباح غرفتي دي بطلع الصباح بجي زول نوم، بس بالليل بأخذ راسي وبقوم بطلع، وأخوي برضو مثلا ممكن يكون قاعد في غرفة تانية بنفس الفكرة. طيب أنا غرفتي دي في الزمن اللي أنا ما فيه ده ليه ما أستفيد منها؟ ما هي حاجة قاعدة ساي ما مستغلة. فAirbnb فكرتها كده، فكرتها كان لأنه الناس اللي بيسافروا أو الناس اللي بيتحركوا بيمشوا ما عندهم القدرة إنه يأجروا فنادق، ممكن يأجروا في بيوت. فدي خلقت إنه أي بيت بقى عبارة عن فندق، أي زول عنده غرفة بيقدر داير يأجرها أو داير ينام بيعرضها في الموقع بتاع Airbnb ده ويعرض السعر، ولو معاه خدمات يعرض يقول يا أخي والله الغرفة دي معاها فطور، بديك فطور الصباح، فطور بلدي ولا فطور ما هنا، ومعاها والله يا أخي مثلا بغسل لك بكوي لك، المهم وسعرها والله كده. الأمريكا دي كلها فتحت غرفة وفتحت جهة، بقى أي زول ماشي مسافر له مثلا أسبوع برا البلد بيدي مفتاح الشقة لصاحبه أو مفتاح الغرفة لصاحبه بيأجرها منه. أنا كده حلت لي مشكلة برضو كزول مسافر، إنه بقيت ما بضطر إنه شنو إنه أمشي أأجر في فندق $1,000 ولا $100 ولا بمبلغ عالي، ما في قلة أو شح. يعني في مواسم العيد، مواسم الأعياد ما بتلقى ذاته، كان جيت الفنادق ما بتلقى. فبالمقابل أنت والله الغرف أو الشقق أو الهناي دي في حاجة متوفرة بكثرة. فدي فكرة قامت برضو، هم بيعرضوا لك ومقابل والله كل إيجار مثلا بتأجر بياخدوا نسبة معينة، أو أنت كصاحب عقار عشان تقدر تدخل العقار ده في الموقع بتاعه تدفع مثلا رسوم اشتراك شهرية أو سنوية أو كده. وبالمقابل في أفكار كثيرة شغالة في المجال ده، في شركات والله أنت مثلا في مشكلة بتاعت هنا في السودان، ودي برضو ريادة أعمال اجتماعية وفرصة بتاعت عمل. الليلة أنت في السودان لو دار لك أي حاجة دواء كتاب بتاع من برا حاجة عالمية بتلقاها، وبتلقاها في السودان. تضطر تضرب لزول في السعودية ولا في أبو ظبي ولا بتاع، والله يا فلان يا أخوي التجاي جيب لي الدواء الفلاني، والله يا أخوي التجاي جيب لي الكتاب الفلاني، الوصية الفلانية. في شركات قامت وظيفتها الأساسية إنه توفر لك الحاجة دي، بيمشي يفتشوا لك الحاجة ويشتروها ويجيبوها لك لحد باب بيتك، بياخدوا على الحاجة دي رسوم بتاعت خدمة. يعني أنا خلاص بالنسبة لي تاني أي حاجة في السودان دي أنا دائرة بلقاها، عندي رغبة في أي كتاب، عندي رغبة في أي دواء، بخش الموقع بطلب الحاجة بصورها لهم، بيمشوا فتشوها بتاع بيجيبوا لي سعرها، بقول يا الله الحاجة دي سعرها مثلا بتقع معاك بالسوداني مثلا ب5,000، داير نفذ تدفع ال5,000، بقول لك الحاجة بتصلك بعد أسبوع بيجيك لحد خشم الباب صندوق ظريف كده مغلف، تفضل دي حاجتك اللي طلبتها. في ريادة أعمال اجتماعية تانية، في مشروع بتاع الفكرة بتاعت قفة فرح أو حبوكانيات أو كمية من الحاجات اللي هي الأفكار بتاعت المشاريع بتاعت الهدايا دي، تمام؟ نحن كسودانيين عندنا أزمة بتاعت عاطفة، ما بنعبر لا رجال لا نسوان، ما عندنا مشكلة في العواطف، ما قاعدين نعبر عنها ولا قاعدين نهدي لزوجاتنا ولا خطيباتنا ولا كده. طيب وكان فكرت ذاته بقيت من الناس اللي ربنا راضي عليهم وبتفكر في الحاجة دي، وزول جنتل وزول راغي وزول ظريف، بتواجهك مشكلة إنه أنت تفكر ذاته في الفكرة اللي أنت ممكن تقدمها شنو. في ناس شغلتهم إنه يفكروا لك في الهدية دي،
انت دار تقدم هدية بتقول له يا الله انا دار اقدم هدية لفلان او فلانة، ما بالضرورة تكون فلانة، ممكن يكون صاحبي، ممكن يكون اخوي، ممكن يكون اي زول، دار اقدم هدية، هم بفكروا في الهدية وبدوك مقترحات وبيمشوا بلقطوا الحاجات يشتروها يغلفوها ويجهزوها ويوصلوها للزول. يعني انت بتقول لهم يا اخو الله انا داير مثلا هديه لفلان الفلانيه في الحته الفلانيه، بيقول لك والله الهديه دي انا ممكن اغلف لك شوكولاتات ومعاه ساعه ومعاه بدله ومعاه 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 فستان او طرحه او قران او اي حاجه ب 1000، تدفع ال 1000 ثاني يوم الهدايا دي بتصل لزوم. دي مشكله ولا ما مشكله؟ بتواجه ناس ولا ما بتواجه ناس؟ حلت مشكله ولا ما حلت؟ الناس اللي عملوا المشاريع والافكار دي حاليا يعني بدوا بموظفين، وكانوا موظفين يعني البيت اللي عملت قفة فرح دي كانت موظفة هي وراجلة، لما عملت الفكرة دي بعد فترة بسيطة جدا جدا بقت ما قادرة تلحق الطلبات، راجلة ذاته استغال خلى وظيفته بقى شغال معاه في الشغلانية دي، وبعد شوية عملوا لهم موظفين وعملوا لهم مكتب وعملوا لهم فروع، عندهم فرع في الرياض وعندهم وعندهم وعندهم. فهو بس فكرة تجيب فكرة مجنونة، فكرة عندها قابلية انها تنجح، تجربها على نفرين ثلاثة عشرة، لو نفعت ابدا سكه اجتهد وراه. فدي الخطوه الثالثه، انه يا اخو والله انا اقدر اوري زول فكره المشروع انا هقدر انفذه كيف والفكره ايش نوع. رابع حاجه هي التنفيذ الاكسبلويتيشن، انه يا اخو والله ابدا اشتغل على الفكره. طيب السمات بتاعت انا اذنكم لحظه بس طيب السمات بتاعت العملية الريادية دي عندها مجموعة من السمات. أول حاجة إنها هي العملية الريادية قلنا إنها بتبدأ باكتشاف فرصة، صح؟ يعني بدايتنا كانت شنو مشكلة، إنه إحنا اكتشفنا مشكلة وحددنا حجم المشكلة عشان نقدر نحلها، فهي مربوطة دائما بشنو؟ بمشكلة أو بفرصة. ثاني الحاجة الثانية إنها دائما بتبدأ برائد أعمال، هو اللي بيغوت، هو دائما بيكون زول مبادر، هو اللي بيبدا بيكتشف المشكله وبيبادر بحل، وبعد ذاك بيجي معاه فريق، الفريق ده بيشاركوا نفس الرؤيه ونفس الشغف ونفس النشاط وبيشتغل معاه على الفكره دي عشان تنجح. ثاني الحاجه الثالثه انه والله يا اخي هتتفاجئوا لما تلقوا انه اغلب رواد الاعمال اللي الليله بيجوا مليارديرات ديل بدوا من الصفر او من تحت الصفر. فهو بيبقى المهم انه شنو الفكره ومدى قابليتها للنجاح ومدى اقتناعك ومدى جديتك أو جديتك تجاهها. فالناس البدو ديل دائما إنه هو بقول لك شنو رائد الأعمال ده بيشتغل قبيل قلنا شنو بموارد محدودة، يعني ده زول بيقدر أو زول بتقدر تخلق من الفسيخ شربات، زول بيبدأ بحاجة بسيطة جدا. الشركات الليلة أبل جوجل كل الشركات التكنولوجية الكبيرة والعالمية والرأس مالها يقدر بمليارات الدولارات بدت من وين؟ من قراشات، نفرين ثلاثة مجانين بدوا قعدوا لهم في قراش اشتغلوا سوا بتاع، جابوا عليهم أربعة بقوا خمسة بقوا عشرة بقوا مية بقوا هاي الموضوع كبير. فيسبوك الليلة اللي احنا بنشتغل به وعملنا به والثورة دي ومقومين به والدنيا، فيسبوك ده بدأ من شنو؟ طالب جامعي في هارفارد في السنة الأولى ولا السنة الثانية، وفي هارفارد ولا ستانفورد ما بتذكر، في هارفارد افتكر، في الطالبة في السنة الأولى ولا السنة الثانية أثناء ما هو بيقرأ جاته الفكرة دي، والفكرة دي بدت بفكرة بسيطة، يعني هو ما كان ذاته متخيل إنها تصل. لو الليلة جيت مسكته قبل كم سنة، خمسة سنة ولا لما بدت الفكرة دي، قلت له يا أخي الله أنت متخيل إنه الحاجة دي هتكون من أضخم الشركات في العالم وهتكون بالحجم ده؟ ما هيتخيل، لأنها بدت بفكرة في شنو؟ في جامعة. هو داير خلق والله يفكر إنه والله وفي جامعاتهم ولا الجامعات الثانيه ذاته، انه والله هارفارد في فرع هنا وفرع هنا وفرع هنا وفرع هنا، هو داير يخلق مجتمع طلابي، انه والله الناس دي تقدر تتونس مع بعض وهنا وتتفاعل مع بعض، ولو في اي حفله ولا سهره ولا ربطه ولا بتاع الناس تقدر تقتل سوا، يعني تنزل لو الاخبار وتشارك الاخبار وكده. فبدا بانه يا اخو والله مجتمع طلابي، بعد شويه الموضوع ده بدا يكبر، جو ناس الجامعات الثانية قالوا دارين يخشوا في نفس المجتمع ده، قام دخل كبر شوية، دخل معه الجامعات الثانية في أمريكا، بعد شوية كبر دخل الحلة الحي، بعد شوية كبر لحد بقت أمريكا كلها، بعد شوية كبر فتح للدول المجاورة، بعد شوية كبر بقت حاجة عالمية. فكلها بتبدأ
بشنو انه يا اخ والله انت بدأت بموارد محدوده من غرفه في الداخليه، لكن كان عندك فكره وعندك شغف. يعني الليله في ناس تانين كان ممكن لو بدوا نفس الفيسبوك ده نفس فكره مارك دي كان ممكن يبداوا والله من اول شهر واجهته اول مشكله سيرفر وقع البتاع حصل البتاع يكسر الحنك ويمشي يشوف غيره. وكثير جدا هسه الليله كثير بيمر بالحاجات دي، يعني ممكن بصوره شخصيه او في ناس تمشي تشوف لك والله شغل كده او فكره بتاع مشروع كده مجنونه، طوال يرفع راسه زول يقول لك يا والله الفكره دي انا فكرتها قبل 10 سنوات او الجماعه دي والله دي نفس فكرتي والله فكرت فيها قبل كده، صح؟ تحصل كثير. طيب انت ساعات فكرت فيها قبل 10 سنوات الحماك تعمل شنو؟ ده سؤال منطقي. عشان كده قلنا انه ما اي زول عنده القابليه انه يبقى شنو رائد اعماله ويبقى صاحب مشروع. من المليون اللي بيفكروا في فكرة أو بيشوفوا بيبدوا مشروع واحد بس هو اللي بينجح، لأنه في مليون ديل في من المليون ديل في ناس بيفكروا في الفكرة وفي سريرهم ولا بقوموا عليها، في من المليون في 900,000 ولا بقوموا على الفكرة ذاته، بفضلوا 100,000 من 100,000 ديل في ناس بيبدوا يفكروا فيها ويحبشوا بتاعه وناي وبعد زي أسبوع أسبوعين بيكسروا الحنك. من 100,000 زي 50,000 بيعملوا العملية دي، 50,000 والله بيبدأ يفتش التمويل أول ما والله ذكرت معه وما لقى لزول يدي قروش بيكسر الحنك بيمشي تمشي لقدام والله خلاص لقيت التمويل بديت المشروع أول ما مثلا اترفض ولا فشل ولا واجهتك أول عقبة كسرت الحنك. عشان كده الناس بتلقوها زي اللي بيقول عليه شنو الفنل اللي هو زي اللي بيقول عليه شنو أي يعني هو حاجة بتفلتر، يعني بيبدو بمليون عندهم فكرة بيبقوا 900,000 بيبقوا 500,000 بيبقوا 100,000 بيبقوا 50,000 بيبقوا 10,000 بيبقوا لحد ما يصل لواحد بس هو زول اللي بيقوم الشغلة دي وبيكملها بيوصلها حدها. ففي مليون زول ممكن يكون فكروا فكرة مارك دي، لكن مارك هو الوحيد اللي وصلها لمرحلة الليلة بنفس الفهم. الليلة لو مسكنا ترحال دي ما أول شركة بدت في السودان، بدت قبلها في شركة اسمها مشوار للناس اللي بيعرفوها مشواري، لكن مشواري لسبب أو لآخر تأخروا في التنفيذ، كانوا واجهتهم مشكلة بتاع السيرفر، كانوا مؤجرين التطبيق من شركة والشركة السيرفر بتاعها وقع في الفترة دي بس ظهر الزول بتاع ترحال ده وعشق بين نمرة 5 ويوم الليلة ما وقف ديلك بيقوا كايسين للطريقة لتلحقهم الزول ده ما قادرين. فبرضو ده بوريك انه الفرصة لو فاتت تاني شنو ما بترجع، فلقيت الفرصة طوالي كان كيش فيها قوي وابدأ سكها، لو فاتت تاني ما بتلقى بيستغلها زول تاني. وكثير من الشركات اللي كانت في مواقع بتاعت ريادة فشلت والليلة وعلنت إفلاسها وهنا. يعني الليلة مثلا في من أمس أكبر الأمثلة اللي بتضرب في مجال البيزنس عندنا الشركة بتاعت كودك في فترة من الفترات كانت أكبر شركة في العالم في مجال التصوير. زمان الفيلم اللي بنجدوه اللي هو حمدو ذاك تذكروا كودك أي كودك مذكرين الناس كان بتتصور وبعدين يقول لك تعال بعد أسبوع أخذ الصورة والصورة بتطلع في فيلم أسود شين كده بعدين بيدخلوها بحمضوها في مختبر وبيطلعوها. فكودك دي كانت شغالة في الفترة اللي بدأ يحصل فيها الطفرة أو التحول الرقمي، هم كانوا شغالين بالطريقة التقليدية دي. طلع مهندس يقال إنه كان شغال في كودك ذاته جاب لهم فكرة إنه يا أخ والله أنا شايف إنه والله المستقبل في الأفكار أو في التصوير الرقمي الديجيتال، فأنا شايف إنه يا أخ والله يدوني فرصة ودوني تمويل ودوني فريق عشان أشتغل على الفكرة دي أقومه. كتلوا له والموضوع فاتصلوا له إنه يا أخ والله الموضوع ده ما هينجح ولا لا لسه موضوع الأفلام ده عنده شهرة وعنده بتاع وإنه الأفلام وليوم الليلة في مصورين بيعتقدوا في 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 التصوير التقليدي أو الفوتوغرافي. ليه؟ لأنه بيفتكروا إنه عنده جودة أو في سمات أو خصائص في الصورة ما بتظهر إلا بالطريقة القديمة بتاعت التحميض، الشغل الديجيتال ده ما بيجيبها أو لسه ما وصل مرحلة إنه يجيبها. ودي نظرة فنية بحتة، يعني في ناس بيؤمنوا بالحاجة، لكن من أنا كمواطن كزول ساي كده داير أصور أوسغ اللحظات بهمني كثير والله إنه والله درجة حرارة الصورة في الحتة الفلانية ديك ما ظابطة، بهمني إنه والله الصورة دي كم ميجا بيكسل مهمني والله يدري هاي مهمني انه اخذ صوره والله سمحت الشاب بتاع انتهى الموضوع. الهنايه الرقمي زمان التصوير ده كان شغله بتاعت ناس محترفين، يعني زمان دارت تصور الا تمشي الاستوديو، هسه اي زول بيصور اي زول ماسك له تليفون عباره عن استوديو.
ممكن براغ لو عندك كاميرا يعني رغمية بجودة عالية في البيت ممكن لو عندك زول قريبك داري تصور تصوره وتجيب ستارة حمراء ولا بيضاء تصوره وتطلع لنا الفيلم. فهو كان شايف إنه المستقبل في 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 التطور الرقمي أو التحول الرقمي. ناس الشركة ركبوا راس قالوا لا لا والله والشغلة دي وبتمشي وكده وبده. استغال مرك عمل المشروع بتاع التطور الرقمي ده وعمل شركة هي كانت الشركة هي السبب في إنه والله تقتل دمرت كودك في يوم من الأيام. مثال تاني نوكيا. منو ما بيتذكر نوكيا؟ كلنا عشناه. كانت عملاقة الهواتف النقالة صح؟ الليلة نوكيا وين؟ ليه؟ لأنه نوكيا تمسكت بأفكار تقليدية كانت شغالة بسيستم أو أوبريتنج سيستم حاجة اسمها السيمبيان. ما تغيروا منه، كانوا عندهم نظرية أو توجه كده تقليدي جدا جدا. السوق بدأ يتجه نحو مجال تاني أو نحو حتة تانية اللي هي التلفونات الذكية، التاتش التاتش سكرينز، حاجة نظم التطوير الجديدة أو نظم التشغيل الجديدة اللي هو الأبل بتاع بيقول عليه شنو الشنو الأيوس الأندرويد بتاع جوجل وهكذا. هم ما تبنوا الحاجة دي، كانوا مواصلين بحاجاتهم الجافا والسيمبيان والبتاع. شويش الناس كسرت حنكم، طلعت التلفونات. آخر زول شال تلفون نوكيا قبل كم سنة تكون طولت جدا جدا ما بيشاف ذاته في السوق. فبعد بدل ما شركة كانت بتبيع ملايين القطع من الهواتف وقعت جدا جدا. دي حاجة. الحاجة الثانية انه نوكيا بحجم الهواتف النقالة او بكمية الهواتف النقالة كانت بتبيعها ما حصلت القيمة او الارباح بتاعت ابل. يعني ابل في فترة من الفترات كانت بتبيع 1/100 مثلا منها من 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 قيمة او 1/10 مثلا من حجم الهواتف اللي بتبيع نوكيا، لكن كقيمة او كارباح بتجيب قدر ارباح 10 مرة. تلفون مثلا ابل والله بمثلا $1,000، تلفون نوكيا او سامسونج او ايناي مثلا ب$200. فانت محتاج تبيع 5 تلفونات سامسونج عشان تجيب يا دوب شنو الايفون. وده الحاصل هسه انه ابل هي الشركة الرائدة بالرغم من انه حجم مبيعاتها ما كبير. سامسونج وايناي ممكن يكونوا اكبر منها، لكن النوعية والسياسة والاستراتيجية اللي هم شغالين بها حجم السوق كله هم الماخدين. في حاجة من الحاجات زي ما قلنا انه الريسورسز ما عندك موارد، لكن انت بتعرف كيف توفق بين الموارد البسيطة دي واحتياجات السوق. انه انا والله في حوجة في السوق، انا ما لازم ابدأ مشروع ضخم، ابدأ حاجة على قدر حالي. يعني انا المشكلة دي لو بتواجه 100 مليون شخص، انا ما بالضرورة من البداية ابدأ شنو اغطي المليون شخص. انا ممكن اغطي 10 اشخاص صح؟ 50 شخص، 100 شخص. لما انا الشغلانية اجرب الفكرة وتنجح وتلقى قبول ابدا شنو اتوسع. وده برضو مفهوم خاطئ الناس، انه في ناس بيفتكروا انه انت الليله المشروع لازم عشان تبداه لازم تبداه براس مال كبير ولازم بفكره كبيره. لا، انت ممكن تشتغل بحاجه صغيره جدا جدا ولو نجحت بعد ذاك شنو تمشي لقدام. ليه؟ لانه المشروع لو كان صغير لو ربح ولو خساره بيكون صغير. حتى لو خسرت لا قدر الله الخساره بتكون شنو صغيره، لكن المشروع لو كان كبير الخسارة بتكون ضخمة جدا جدا وزول ما بيقدر يرجع تاني يقيف على حيله. طيب آخر حاجة ودي هاختم بها، هو لسه الموضوع فيه سلايدات كثيرة وتشعبات كثيرة وانا مجهز حاجة اكبر من كده، لكن الونسة حلوة والقاعدة حلوة فسرحت في الشرح وفي الأمثلة وكده. لكن ما عندي مانع انسق مع دكتور انور ومع الشباب هنا انه القاعدة تكون اسبوعية او اجي اديكم 2 و3 انا اكمل لكم باقي البرزنتيشن ده في الفترة الجاية. اخر حاجة اللي هو نموذج او موديل بيعكس الحاجة دي، حاجة اسمها تيمونز موديل اوف انتربرينوريال بروسيس اللي هو نموذج العملية الريادية. نحن قلنا العملية الريادية عشان نقدر نخلق مجتمع ريادي، نقدر نعلم الناس ريادة الأعمال بالضرورة إنه نحللها ونفهمها نعمل منهجية. المنهجية دي بعد ذلك بتجي بتقول لي زور والله أنت عشان تعمل ريادة أعمال دي الخطوات 1 2 3 4 5. فهم المنهجية جابوها عملوها.
قالوا يا أخو والله تحدد الفرصة، تقيس حجم الفرصة، تخلق البيزنس أو تطور خطة العمل، ورابع حاجة تنفس. طيب في خطوات أو في عناصر في العملية الريادية دي هي اللي بتشكل أساس العملية الريادية أو بتشكل أساس نجاح المشروع. نمرة واحد الفاوندر المؤسس، وده أهم زول في العملية الريادية، ده صاحب منه الفكرة، ده الزول اللي اكتشف قبيل إنه في مشكلة وفكر نجر راسه والليالي طويلة فكر في حل لحد ما لقى حل. الحل ده ممكن يكون اختراع، ممكن يكون فكرة، ممكن يكون طريقة بتاعت عمل، ممكن يكون يعني ما بالضرورة ما يفكر في ريادة أو ابتكار معناته أنت لازم تكون مخترع أو أكاديمي. كثير من الأفكار ده قلت لكم واحدة من مصادر الأفكار إنه شنو تجيب فكرة ذاته مطبقة برا في السودان ما بتشيل تجيبها هنا. ده مو نموذج جاهز يعني العربي كده أسرقها هو هناك أنسخة أنقول أجيبها بس ما إلا تكون مخترع. لكن في أفكار تانية ممكن تخترع ممكن تبقى. فأول حاجة الفاوندر اللي هو المؤسس ده الأساس. طيب نمرة اثنين فرصة، قلنا إنه المؤسس ده والزول الريادي أو الغيادي ده لقى فرصة، ده العنصر الثاني من عناصر العملية الريادية. ثلاثة تيم، اليد الواحدة ما شنو؟ ما بتصفق. وأنا الليلة مهما أكون شاطر أو مهما أكون متمكن في النهاية تمكني ده بيكون محصور في مجال محدد صح؟ يعني أنا الليلة مجالي والله مثلا إدارة أعمال بيزنس. طيب أنا لو داير أعمل شركة بتاع التطبيق بتاع موبايل أنا ما بفهم في الآي تي أو في تقنية المعلومات أو في الكمبيوتر أو في البرمجة أو كده، هل هقدر أشتغل براي؟ لا لازم أجيب زول مصمم مطور كده يشتغل لي شغل في المجال. الزول ده عندي خيارين، يا إما أجيبه كشريك وأقوم أقول له يا أخو والله تعال اشتغل معي وعندك النص بالنص مثلا وفي حالة زي ده يشتغل معي مجان، يا إما أقول له لا تعال اشتغل لي وبديك مرتب يا بالنسبة وخلاص هو بيجي معك زي ما بقول سيك سيك محلك فيك. عشان كده نحن ده برضو واحد من الخيارات اللي ما بنفضلها، يعني إنه والله الزول داير يبدأ له فكرة قام مشى طوالي جاب أولاد عمه ولا بنات خالته ولا أصحابه في الشغل وبدأ له بدأ الفكرة. ليه؟ لأنه الناس اللي بتبدأ بهم دين هم هيكونوا ممكن يكونوا في يوم من الأيام سبب فشل المشروع ده. و90% من المشاريع حسب دراسات 90% من المشاريع بتفشل بسبب خلاف بين الشركة، نتيجة لأنه اختيار الشركة من البداية ما كان شنو صحيح. يعني في سمات شخصية، في حاجات مرتبطة بالشخصية، في ناس دمهم حار عصبيين بتاع ما بيعرفوا ما بيقدروا يشتغلوا، يعني ما بتقدر تشتغل معهم. في ناس باردين دمهم تقيل برضو، انت لو بقيت زول حار وقلبك حار مشكلة. في ناس والله كيرلس ما عندهم اهتمام، في ناس في حاجات شخصية مرات مشاكل سلبيات. في مرات عدم معرفة برضو، يعني الليلة انا ممكن اقوم اجيب لي زول اعمله شريك معي في مشروع هو ما يكون ملم بجميع النواحي بتاعت البرمجة، لكن خلاص سيك سيك ركب فيني تاني ما عندي طريقة، الزول ده يشتغل لنهاية المشروع والله نصل لمرحلة انه شنو اسمع يا زول المشروع ده نقفله اديني حقي يا اشتري مني حقي بقروش يا الموضوع ده خلاص نقتله هنا، ما خلاص هو شريك معاك من البداية الفكرة هم شاركك فيها ما بتقدر تسوقها برك، لو سوقتها ممكن يفتح فيك بلاغة ويرفع فيك قضية. فدي واحدة من أكبر أو أكثر عوامل فشل المشاريع، الاختيار الغير مناسب للشركة، ودي حتة لازم الزول يفكر فيها ألف مرة. عشان كده دائما بنفضل إنه الزول لو عنده إمكانية يجيب ناس بقروش بحقهم حتى لو مؤجل، تقول لي اشتغل لي والله وبدفع لك بعدين، لكن ما تجيبه معاك شريك مؤسس ما لم تضمن انه الزول ده فعلا فيه الصفات الممتازة والفكرة تقدر تشتغل معه بصورة كويسة عشان تقوي من الموضوع. مؤهل والخلافات هتحصل حتى لو الزول كويس والزول مؤهل بتحصل خلافات، فبيبقى انه الناس كيف قادرة تتجاوز الخلافات دي خلال الشراكة دي عشان الشراكة تمشي لقدام، ولا انه تكون مصلحة المشروع هي الاساس. لازم الناس من البداية برضو تتفق انه اذا حصل خلاف والله صح انا كصاحب الفكرة من حقي انه تتكتب الحاجة دي عادي، لانه حصل خلاف بيناتنا من حقي انه اشتري منك الفكرة حسب قيمتها في الزمن ده او اشتري منك المشروع، ما في حاجة اسمها نقفله ما ده بعدين تقول لي لا نقفله بس يا فيها يا نطفيها، لا خلاص انا انت دار تمرك جدا
واشتري منك، نقيم البيزنس في الزمن ده قيمته كم واشتريه منك. فالتيم مهم جدا جدا، وواحد من العناصر الأساسية في العملية الريادية وفي نجاح المشروع. لازم يكون معك فريق متكامل، والفريق ده كل زول بيكمل زول، لازم السمات الشخصية تكمل بعض، ولازم الخبرات تكمل بعض. يعني لازم يكون في مبرمج إذا في 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 حاجة لها علاقة بتقنية المعلومات، لازم يكون معك زول إداري وبيفهم في الحسابات والمحاسبة والإدارة، لأنه أي مشروع فينا فيه قروش، فبالتالي لازم يكون في زول بيفهم في الجوانب دي. ممكن يكون عندك زول بيفهم في الجوانب القانونية لو شغلك فيه يعني معقد ومرتبط فيه حاجات بتاعت اتفاقات قوانين وسياسات كثيرة، لازم يكون يعني كده حسب. بعدها زول بيشوف روحه ضعيف وين وبكملها بالفريق. أربع الموارد. الموارد دي ممكن تكون موارد مادية اللي هي قروش كده، أو ممكن تكون موارد غير ملموسة أو ما مادية انت انجبل. الخبرات هي مورد غير ملموس. الأفراد زي ما قلنا الفريق. ممكن يكون عندي موارد اللي هي أصول ما قروش، يعني عندي عربية تشتغل لي في البيزنس ده، عندي شقة، عندي مغر، عندي طرابيزة ممكن استخدمها، عندي لابتوب، عندي 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 عندي، عندي. دي كلها موارد ممكن أنا أفعلها وأشغلها في البيزنس بحيث أنها تقدر تخلق لي هنا. طيب العناصر دي كلها بتتكامل. لاحظوا أنه تحت الشايلهم منه الفاوندر المؤسس، ليه؟ لأنه ده حجر الأساس، وده زول اللي بيقوم أو بيفشل المشروع مرتبط بينه. وبعد ذاك الثلاثة عناصر دي هو اللي بيسوقهم وهو اللي بيوازن بيناتهم، لأنه هو من البداية العارف الموارد وبيقدر يوظفها ويوازن بيناتها. هو العارف التيم وبيقدر والله يسوق التيم ده باتجاه ويدعمهم ويحفزهم عشان الناس تشتغل، وهو العارف الفرصة وعنده الرؤية والبصيرة وقادر يشتغل فيها. طيب في مجموعة من الحاجات والعمليات بتربط بين الحاجات دي، يعني عندك الريسورسز والتيم. عشان انت تربط بين التيم والريسورسز الموارد والفريق، انت محتاج لليدرشيب قيادة عشان تقدر تقود الفريق ده، لأنه يوظف الموارد دي بالصورة المثلى اللي بتخلق لي قيمة مضافة أو بيزنس، البيزنس ده يقدر ينجح لي قدام. محتاج أنه برضو تربط بين الفرصة والفريق عن طريق الابتكار. في عندي فرصة وعندي فريق. طيب الفرصة دي نحن قلنا هي عبارة عن مشكلة، ومقابل المشكلة لازم يكون في شنو؟ في حل. طيب أنا جبت فكرة زي تجمع المهنيين، في مشكلة جابوا فكرة إعلان الحرية والتغيير، ساقوا الشعب السوداني ده كله التيم والموارد محدودة جدا جدا، حققوا هدف. أيوة. نفس الفكرة. أيوة. وفي النهاية العملية الريادية دي ما مرتبطة بس بالبزنس، هي قلنا طريقة فكر وطريقة تفكير. فالفكرة دي أنا ما أحسن زول ولا أعظم مفكر في التاريخ، أنا جبت حل، لكن الليلة لما أجي أعرضه على التيم بتاعي وعلى الفريق بتاعي ممكن ينقحوا لي الفكرة دي أو يشيلوا يدعوا لكم شيء يجيبوا لي فكرة أحسن منها، صح؟ فبالتالي عملية ابتكار الرابط بين الفريق والفرصة هو عملية شنو؟ الابتكار. بعد ذاك في الرابط بين الفرصة والريسورسز، أنا بربط بيناتهم بكوميونيكيشن، إنه أنا دائما بيكون في عملية بتاع التواصل فعال، عملية بتاع مخاطبة، عملية عشان أقدر أوظف الموارد دي لشنو؟ لخدمة الفرصة الموجودة. طيب ده كله لما يتوفر العناصر دي بنجي بنتكلم عن حاجة اسمها اللي هي قلنا شنو الفكرة، لازم تتحول لنموذج عمل ولخطة بتاعت عمل عشان أنا أوري الناس ويكون عندي رؤية واضحة، لأنه الخدمة الإشكالية أو المشكلة اللي بتواجهنا دي أنا هقدر أوجد لها حل ووظف الحل ده عشان أحل المشكلة دي وأخلق منها عوائد مادية أربح منها كيف. طيب بلاقي أنه في مشاكل بتواجهني أثناء ما أنا شغال، أو تهديدات مهددات بتقابلني. واحدة منها الأمبيجيوتي، عدم التأكد أو الغموض، إنه البيئة أو المستقبل غامض، أنا ما أعرف هيلاقيني شنو. ممكن أبدأ الليلة بكرة تجي الشركة تفتح نفس الفكرة بتاعتي أو زول يعمل نفس الفكرة بتاعتي، صح؟ ممكن والله أبدأ العمل يحصل زي ما حصل، تقوم ثورة البلد كلها تتقفل الشغلة تقيف. ممكن والله أبدأ العمل ده بكرة يسنوا تشريع أو قانون ضد العمل اللي أنا بعمله ده، يجرموه مثلا أو يمنعه. فيها حاجات كثيرة، ففي تحديات كثيرة. في uncertainty برضو، إنه أنا ماشي في اتجاه حاجة لكن ما أعرف الحاجة دي هتشتغل كيف.
والانسرتينيتي هي المخاطر. ما في بزنس من غير مخاطر. اي بزنس فيه مخاطر، في مخاطر شخصيه، في مخاطر ماديه، في مخاطر. فالمخاطر لازم الزول يتعامل معاه ك ك ك كمسلم، كاي حاجه موجوده من المسلمات. انا لازم اعرف اتعامل معاه، لازم اخد لها حلول وخطط عشان اقدر اتعامل معاه. اكون عارف انه لو حصل واحد هعمل اثنين، لو حصل ثلاثه هعمل اربعه، لو حصل خمسه هعمل سته. في برضو مشاكل بتاعت عوامل خارجية أو بيقولوا على شنو، قوة خارجية بتأثر علي بصورة مباشرة وصورة غير مباشرة، زي الاستيراد مثلا، المنتجات اللي بتيجي من الأسواق الخارجية، زي ما قلنا الشركات اللي ممكن تقدم منتجات مماثلة، التشريعات، القوانين، دي كلها حاجات بتمثل ضغوط. في آخر حاجة الكابيتال ماركتس اللي هي الأسواق ذاتها ورأس المال، توفر رأس المال. ممكن رأس المال في الفترة اللي أنا أكون شغال فيها دي ما يكون متوفر لأي سبب من الأسباب. البنوك تكون ما دائرة تمول، يعني زي في 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 هس البنوك مثلا كل فترة وفترة بتغير، يعني في حاجات بيوقف مثلا، تمويل العربات واقف، تمويل الكهربائيات واقف، تمويل الأراضي واقف. بالتالي لو دائرة أعمل بيزنس مثلا بتاع تطوير عقاري ما هقدر أشتغله هسي لأنه كل تطوير العقارات واقف مثلا، وهكذا. فأنا هأختم هنا لأنه الكلام طال، وزي ما قلنا ممكن بعد ذاك إن شاء الله لو ربنا مد في الأمر نجي نكمل القاعدة دي ونكمل الونسة دي في الأيام الجاية. أفتح الباب سريع لو في أي استفسارات أو مداخلات. هل تعتقد ريادة الأعمال في السودان انتشرت بصورة كبيرة، أو عندك الأمل أنه حيكون مسافي روح الشباب بصورة مستمرة؟ شكرا. بالتأكيد، يعني بالتأكيد في الفترة الأخيرة البيئة بتاعت ريادة الأعمال بدأت تتطور، المفهوم بدأ يخش، بالرغم من أنه ما بدأ يخش للأسف الشديد، ما بدأ يخش يعني بمجهودات الحكومة أو الدولة، كان بيخش بمجهودات فردية أكثر شيء. يعني في مجموعة من المؤسسات والمنظمات اللي اشتغلت على أنه تطور المفهوم بتاع ريادة الأعمال في البلد، وأنه يقدروا ينشروا الوعي بصورة فردية. في مؤسسات قدمت مبادرات فردية، زي هو مشروعي، مجلس الثقافة البريطاني قدم مسابقة مشروعي، في ناس مجتمع الابتكار وريادة الأعمال قدموا مجموعة من البرامج، عملوا مساحة عمل مشتركة 249، عملوا حاضنات أعمال، عملوا حاجات كثيرة، في شغل كثير اتعمل. في رواد أعمال قدموا لنا نماذج بعثت الأمل. يعني زمان قبل 5 سنة تمام ما في نماذج، يعني لما اجي اتكلم لكم الكلام ده بيبقى زي القاعدة أزم في مالطا ولا بقول في كلام كده خيالي. هسي الليلة لا، عندنا نماذج سودانية في السودان اشتغلت وعملت ونجحت، فبالتالي ما في سوى يخلينا انا ما انجح، صح؟ فدي حاجة كويسة الحمد لله، بالرغم انه التقدم ماشي بطيء لكن ماشيين كويس الحمد لله. وان شاء الله ان شاء الله في الفترة الجاية الناس تقدر تجتهد وتشتغل أكثر بمجهودات فردية بمجهودات مجتمعية، ولو لقينا حكومة فاهمة وحكومة كفاءات بمجهودات حكومية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر مبادرة الباحثين على هذا الإضاءة، وكذلك نشكر الدكتور أيمن سيد أحمد المصباح. المهم دائما الناس يتكلمون عن الدكاترة على هذا، يعني كان نموذج للدكاترة انه شاب يعني في سن يعني مبكرة ووصل مرحلة كده عالية، يعني حاجة طبعا في السودان صعبة يعني. طيب انا بسأل يعني هسه، يعني بالنسبة لريادة العمال، هل عندهم معهد او اي جهة اكاديمية عشان تدرب الناس ويقدروا يعني يبادلوا بافكار زي دي؟ نمرة واحد. نمرة اثنين، بالنسبة هنا للسودان، يعني مثلا، يعني مثلا زي سرقة الأفكار مثلا، لو حصل في المشروع أي خلاف يعني ما يعني بيقدروا يعني يرجعوا للمحاكم ولا يعملوا شنو؟ لأنه في ناس بتنقل الأفكار يعني طبعا يعني كده. نمرة ثلاثة برضه بسأل إنه يعني ريادة الأفكار هنا في السودان، يعني قول بعد ما جات حكومة مدنية طبعا، في يعني هسه انتوا في النظام الشمولي قدرتوا تنجحوا في 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 بتاعت الحكومة المدنية، يعني عندكم مبادرة مثلا انكم يعني يعني تكون من الاولويات او كده، او عندكم يعني قسم يعني تقدر يعني صح خطة زي ما قلت. شكرا يا دكتور. شكرا.
طيب اول حاجه اوضح انا ما دكتور يا اخوان انا زول ساعي كده طبعا الناس يتكلموا في المنبر اغلبهم دكاتره بس قدام الدكتورون والناس تمام والله الواحد طيب سعيد انه يكون وسط العلماء وسط الدكاتره بيتكلموا ودكتور انور صديق يعني واحد من الاصدقاء المغربين جدا لي والواحد بيفتخر بانه بيعرفه يعني زول قدم للبلد كثير وعمل حاجات ما 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 هينا وهو يمكن هو واحد من الناس لو قابلتوني قبل 5 سنة الفهم ده كله ما كان عندي يعني أنا ذاتي قبل 5 سنة ما كان عندي الفهم ده ولا كنت زول موظف ساي وزول فكري برضو قمة طموحين والله أتخرج وأشتغل في شركة كبيرة ووظيفة كبيرة وكده فكان بيناتنا مشروع كده بتاع شراكة وهي ما حاجة تنموية يعني ما بقول إنها بيزنس لكن اللي هو القبيل قلت لكم أسسناه سوا إنه محور السودان للأعمال الناشئة أسس واحد اسمه دكتور عمر الإمام وهو مجموعة من الشباب وبعد ذاك أنا انضميت لهم ودكتور أنور كان برضو واحد من الداعمين والشركاء الأوائل في الفكرة فكرتنا كان عن طريق محور السودان اللي هو هسي بقى جهة استشارية إنه نشر الوعي والثقافة بتاع ريادة الأعمال وإنه نقدم بيئة البيئة اللي كنا بنتكلم عنها مفروض تتخلق عشان رواد الأعمال ينجحوا ويتطوروا لازم تتخلق قمنا عملنا حاجة جبنا حاجة اسمها مساحة عمل مشتركة جبنا لنا شقة كده أجرناها عملنا فيها مكاتب كده وغرف وهنا والناس كان بيجي أي زول داير يشتغل يجي يشتغل منها انت بدل ما المفهوم التقليدي انه انت الليلة عشان تعمل شغل اول حاجة بتعملها بتمشي بتفتح مكتب صح؟ عشان تفتح مكتب داير مكيف وداير طرابيز وداير عفش وداير لابتوب وداير 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 وإيجار هتأجر لك مكتب بمبلغ قدره وكده فإنت كده عشان يا دوب تقول يا هادي قبل ما تبدأ شغل ذاته إنت محتاج تصرف صرف تقيل جدا جدا طيب ليه ما يكون في جهة ودي برضو ريادة أعمال اجتماعية فكرة كانت بتاعت ريادة أعمال اجتماعية وفكرة مطبقة في العالم نحن بس جبناها السودان طيب ليه ما تبقى في جهة في النص توفر الحاجات دي وتاخد اشتراكات يعني بدل ما أي زول داير يعمل بيزنس يمشي يأسس مكتب ويشتري طرابيز وعفش وحاجات وطابعة وكذا ليه ما يكون في جهة معينة هي تأسس المكاتب دي وتجهزها وتجهز أي شيء وإنت بس تجي تشترك تقعد تستخدم الحاجات دي زي ما قالوا هنا الهتاف الحاصل شنو فرشة ومعجون نديك سلابين جازفة لك شاي الصباح نديك صح؟ ده كان الفهم بتاعنا في, في, في محور السودان للأعمال الناشئة إنه إنت بتجي شاي الصباح نديك كان عندنا مطبخ جاهز مجهز بحاجات وفيه الشاي ولبن البودرة وفيه أي شيء فرشة ومعجون نديك كان في ناس بيبيتوا منهم دكتور أنور ده بيبيتوا في المكتب ده ذات وفي اللي كنا مجموعة بتاعت شباب بس يعني الموضوع كان زي المعسكر كده يعني عايشين شباب في رحلة فكان جو جميل جدا 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 مجموعة من الشباب قاعدين عندهم أفكار مختلفة عندهم طاقة بوظفوه في مشاريع مختلفة أنا بكون قاعد شغال في مشروع معين جنبي دكتور أنور شغال في الباحثين والله في فلان فيها شغال فدي ذاتها بس في القعدة دي بنتبادل الخبرات والمعارف وكده كان إنت لما تمشي تشرب شاي في المطبخ ولا تمشي تقعد في الاستراحة تلاقي شباب من مختلف التوجهات والأفكار والمشاريع لو داير والله عندك حاجة دقرت لك دار لك تصميم دار لك موقع إلكتروني تمرق البرندة بس برا يا جماعة دار لي مصمم بتلقى لك مصمم قاعد تجي بتتونس معاه بتتفق معاه فخلقنا البيئة دي بصورة مصغرة والله يا وبنعمل كورسات وبنعمل دورات وبنقدم وحاولنا انه نربط برضو المؤسسة بتاعتنا دي بجهات التمويل البنوك كده عشان نقدر حتى نوفر التمويل للشباب الحاجة دي اشتغلنا عليها فتحنا المساحة دي فترة بتاعت 2 سنين وصرفنا عليها من جيوبنا لكن للأسف الشديد ما نجحت لأنه الظرف الاقتصادي الوضع الاقتصادي بدأ يدهور ما كان عندنا رعاة وداعمين ما قدرنا ما توفقنا في أنه نحصل على رعاة وكنا شغالين زي ما بقولوا من جيوبنا بندفع من جيوبنا شهريا على المؤسسة لحد ما وصلنا مرحلة جيوبنا زي ما بقولوا قصرت فاضطرينا نقيف لكن إن شاء الله في الفكرة لو لقينا مؤسسة طيب في ظل لما يقول نبدأ برضو بالسؤال التالي سؤال الأستاذ إنه في ظل الحكومة المدنية إذا هو في ظل الحكم الشمولي الناس كانت قادرة تقدم مشاريع زي دي ومبادرات وأفكار زي دي ما بالك إذا جات حكومة مدنية ذات كفاءات شجعت وقدمت سياسات وكده بفتكر إنه الدور اللي لعبناه هو اللي بيلعبوها السحارية الناس محور الناس 249 ستارت أبز أو اللي هم مجتمع ريادة الأعمال والابتكار ده دور حكومي ما دور بتاع قطاع خاص ولا دور بتاع أفراد ده دور بتاع مؤسسات الحكومة هي المفروض تفتح المساحات العمل المشتركة والمؤسسات الحاضنة المفروض تمولها
ومفروض تقدم كل الدعم اللازم، لأنه في النهاية الناس اللي بتشتغل وبتنجح دي بتساهم في 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 خلق حركة اقتصادية وحل مشاكل اجتماعية كثيرة منها البطالة. فالمجهودات إن شاء الله ما بتنقطع، والناس بتحاول تقدم اللي عندها كله، وإن شاء الله يعني الفترة الجاية مستبشرين بها خير، إنه الناس تقدر يكون في سياسات جاذبة ويكون في شغل مؤسس في الفترة الجاية وبيدعم حكومي ودعم من القطاع الخاص. طيب السؤال الثاني، الأفكار اللي جيتك بالقلبة بالنسبة لسرقة الأفكار، أنا عندي مقولة دائما بقولها للناس، إنه الفكرة في حد ذاتها ما عندها قيمة، والفكرة لا تسرق. يعني لو الفكرة تحتكر أو الفكرة في حد ذاتها عندها قيمة، ما كان بقى في أبل وفي سامسونج وفي نوكيا وفي وفي وفي، صح؟ كان أول زول عمل تلفون في العالم بس احتكر الشغلة دي، وبقت ما في شركة بتعمل تلفونات غيره. لو الفكرة تحتكر ما كان في ترحال ومشوار وليمون تاكسي و إلى آخره. لو الفكرة تحتكر ما كان في دكان عم عبد الله ودكان عم يوسف ودكان. لو الفكرة تحتكر ما كان في مطابع بالطول وبالعرض وبالأشكال المختلفة. فالفكرة في حد ذاتها لا تحتكر، والفكرة في حد ذاتها ما عندها قيمة. يعني أنت راقد في سريرك كده جبت لك فكرة لمشروع أو اختراع، ده في حد ذاته أو فكرة ساي دي ما عندها قيمة. اللي عندها قيمة شنو؟ الحاجة الممكن التنفيذ، اللي هي الحاجة اللي أنت ممكن تحكمها أو تربطها بإطار معين. يعني مثلا في براءة الاختراع دي حاجة ممكن تتحمي، اللي هو يا أخ والله أنت ما قلت والله دار تعمل لمبة وسكتها، لا كنت دار تعمل لمبة بتكنولوجيا جديدة بالطريقة الفلانية، واحد زائد اثنين يساوي ثلاثة، بديك ضوء مثلا أكبر باستهلاك طاقة أغلى. ده كده حاجة اختراع ممكن تقول ديس تعمله براءة وتمشي تسجله، وتاني أي زول يستخدمه ممكن تقاضيه أو تأخذ منه نسبة. لكن الفكرة في حد ذاتها إنه والله تقول أنا دار أعمل لي لمبة وتقيف تسكت، أو دار أعمل لي تلفون وتسكت، دي ما فكرة. الفكرة هو التلفون تفاصيله شنو، شكله كيف، التكنولوجيا اللي بتحكمه شنو، وهكذا. الحاجة الثانية إنه التنفيذ، يعني قل فلنفترض إنه الفكرة سرقت، يعني أنت والله جبت فكرة بتاعت مشروع وقام جزول تاني قلد المشروع ده بنفس الفهم اللي قلنا معنا، زي شركة جبنا سيرتها في القاعدة دي في منها اثنين وثلاثة واربعة، يعني ما في فكرة كده قلناها وسكتنا، صح؟ بنقول ترحال، بنقول مشوار، بنقول ليمون، بنقول أوبر، بنقول كريم، بنقول قفة فرح، بنقول حب وكانيات، بنقول حاجات كثيرة. فإنت ما في ما في ما في فكرة بتحتكر وما في مشروع بيجيب. البيفرق شنو؟ التنفيذ. يعني الليلة في عشرة شركات بتعمل زبادي، لكن أنا بشتري من شركة واحدة. الفرق بين الزبادي ده والزبادي ده والزبادي ده والزبادي ده شنو؟ كلهم زبادي، لكن الفرق شنو؟ التنفيذ، طريقة التغليف، الطعم، الجودة، الغوام، وا 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 إلى آخره. دي الحاجات اللي أنت ممكن تحميها وتشتغل عليها. كابو. فأنت كابو، أيوة صح. فدي الحاجات اللي أنت ممكن تحميها. فأنت لو عملت بيزنس أو فكرت في بيزنس، ثق تماما إنه ما بيجيك عوجة، طالما إنه أنت شغال وعندك فكرة مبتكرة، ما في زول هيقدر يسخها بكل تفاصيلها. ممكن يسخ فكرة المشروع، لكن في النهاية ما في زول بيقدر يجيب مشروع أو يعمل فكرتك زيك، ليه؟ لأنه أنت عندك لها رؤية. أنت ما جبتها، لما جبتها عارف الحاجة دي ممكن تصل وين، لكن الزول القلدك ده ما عارفك هتوصل لحد وين. عارف والله إنه والله الزول ده بس فتح الحاجة، فأنا همشي أعمل زيه، لكن هل هو عنده قدرة على الابتكار؟ هل عنده قدرة إنه يطور؟ لا، لأنه هو مقلد. فالناس ما تتخوف من الحتة دي. لكن برضو ممكن في وسائل قانونية اللي هي براءة الاختراع، التسجيل في الأسماء، تسجيل الأعمال التجارية، لكن لسه القانون بتاعنا برضو ما متطور وما ما بساعدك في إنه تحمي كل أنواع الحاجات وما بتضمن كل أنواع المشاريع. طيب السؤال الأول كان المعاهد، صح؟ هل في معاهد؟ شايف في جامعات سودانية بدأت تستجلب المناهج بتاعت ريادة أعمال على أساس إنه تدرسها كليات، وهنا في جامعات ما شفت في اتجاه إنها تعمل تخصص عديل بتاع ريادة أعمال، زي ما بتقرأ إدارة أعمال تسويق، بتقرأ موارد بشرية، بتقرأ إدارة مشاريع، ممكن تقرأ ريادة أعمال. ودائما ريادة الأعمال هي مجال عملي، يعني جامعات برا في العالم اللي بتدرس ريادة أعمال بيلزموك إنه بنهاية الفترة أو التخرج يكون عندك مشروع تجاري وشغال، زي ما الليلة في المجال الأكاديمي بيقولك والله تعمل بحث تخرج في ريادة الأعمال، بيلزموك إنه بنهاية الفترة يكون عندك شغل، وشغل ده مدور وأموره ظابطة.
وفي بدل الشغل شغلين وثلاثة، وفي ناس شغلتهم ودل دل 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 ساهمت برضو في إنه البلاد البرة بيحصل فيها ثورة وتتفجر الطاقات بتاعت ريادة الأعمال وتخش رؤوس أموال ضخمة. في ناس شغلتهم بقت أغرب من كده، مش الزول بيعمل البيزنس عشان يقدم خدمة ولا يقدم منتج، في ناس شغلتهم بقت إنه يعملوا بيزنس عشان يبيعوا. يعني في واحد بيقوم خلاص جضم الشغلانية بتاعت العملية الريادية دي، وزول مبتكر ومفكر بيقدر يطلع بأفكار، بيقوم بيمشي شغلته شنو في الدنيا دي، يمشي يعمل له بيزنس يقومه يوصله حد معين يطرحه للاكتتاب العام، يبيعه بكم مليار دولار، يشيل كم مليون دولار يختلف جيبه ويمشي يفتح له بيزنس تاني. وده اللي هو المفهوم بتاع بيقولوا عليه السيريال انتربرنورشيب، اللي هي ريادة الأعمال المتسلسلة، اللي هو ده زول ما شغلته انه يعمل بيزنس واحد، ولا بيعمل بيزنس من أجل البيزنس، بيعمل بيزنس عشان يبيعه. يعني البيزنس ذاته بالنسبة له تجارة، يعمل شركة يشتغل عليها سنة سنتين يكبرها يوصلها مرحلة معينة يتشى ياخذ القروش في جيبه ويمشي يقضي له إجازة شهر شهرين يفتح الشركة اللي بعدها يوصلها مرحلة معينة يبيع كده. وفي ناس مستعدة تشتري الشركات. ففي السودان لسه نحن ما عندنا مناهج متقدمة في الموضوع، لكن في خطوات، في شركة، في مؤسسات بقت تقدم، في شباب زي أنا بقدموا دورات في 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 حتات مختلفة، في مجتمع ابتكار وريادة الأعمال بيعمل دورات تدريبية ثابتة أو راتبة، في حاجة اسمها أسبوع ريادة الأعمال العالمي، ده بكون شهر 11 من كل سنة، بيعملوا ناس مجتمع الابتكار وريادة الأعمال، وده هو عبارة عن أسبوع في العالم كله بكل الاحتفال بريادة الأعمال، يكون فيه مجموعة من الأنشطة والبرامج والمحاضرات بس في موضوع شنو ريادة الأعمال، وبيجيبوا لكم ذات وناس ترحال ديل وناس مشوار وناس قفة فرح وناس حبكانيات وناس فريش، بيقعدهم زي قاعدة دي عشان يحكوا تجربتهم، بدوا كيف وعملوا شنو والقروش لقطوها كيف وعملوا وقصص ملهمة. فدي كلها حاجات موجودة الناس ممكن ترجع لها وتستفيد منها إذا رغبت. آخر مداخلة لأنه خلاص ريقينا شيء. بس يا أنا قلت لهم إنه البرزنتيشن ما كمل، بس لأنه الزمن فات، لكن إذا ممكن يجيكم اثنين وثلاثة وأربعة لحد ما نكمل. طيب آخر مداخلة شباب. سؤال فعلا. تفضل. طيب بسم الله. كيف أنا عايز أكون رجل أعمال، رجل أعمال مثلا ناجح، مطلوب مني شنو عشان أكون رجل أعمال ناجح؟ مطلوب منك عشان تكون رجل أعمال ناجح زي ما قلنا، أول حاجة تقرأ تتعلم، يعني تعرف تستصحب النماذج السابقة، تشوف نماذج بتاع مشاريع نجحت تفهم نجحت ليه والفشلت فشلت ليه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، في موهبة وفي سمات أساسية مفروض تكون موجودة، اللي هي قلنا إنه أنت لازم خلاص فكرت إنه دار تكون رائد أعمال، دي حاجة اسمها خوف تخطها ورا ظهرك، حاجة اسمها فشل تخطها ورا ظهرك، حاجة اسمها تردد تخطها ورا ظهرك. يعني خلاص صممت إنه هتفتح هتبقى رائد أعمال أو صاحب مشروع، تبقى صاحب مشروع تنسى أي حاجة، ده يبقى هدفك الأساسي، وبعد ده تجتهد في إنه تشوف فكرة وتجتهد في الفكرة دي حيث إنه تخلق منها مشروع ناجح. حاجة تانية ممكن تعملها، طيب في سمات أساسية أو شخصية، وبالمقابل برضو في سمات لازم أكاديمية. يعني أنت الليلة والله ما كفاية إنه أنا أكون عندي الرغبة والشغف والفكرة عشان أخلق مشروع ناجح، في معرفة تقنية أو معرفة أكاديمية لازم ترتبط بالحاجة دي. يعني أنت مهما كنت شغوف أو فكرتك ضابطة، لو ما بتفهم في الإدارة ما هتقدر تديرها، لو ما بتفهم في الحسابات ما هتقدر تقفل حساباتك نهاية الشهر. فدائما بتسلح روحك بالمعرفة، يعني تقرأ كثير، تقرأ عن المجالات المختلفة، تقرأ عن نماذج الناس النجحوا، تقرأ قدر ما تقرأ، قدر ما أنت بتأهل روحك وبتكتسب مهارات بتساعدك. أنا ما بقول إنها بتنجحك، لكن بتقلل نسبة الفشل. يعني التعليم براو، القلم مبزي البنم زي ما قالوا، لكن الخبرة مهمة والسلوك الشخصي مهم. فأنت لازم تتعلم، وبعد ذلك يكون عندك الرغبة الشخصية والسمات الشخصية والخصائص الشخصية اللي بتخليك تشتغل عشان تقوم تتوظف المعرفة اللي عرفتها دي بالصورة الصحيحة، تقدر تخلق منها مشروع. تمام، شكرا جزيلا يا شباب. يا أخواننا، طبعا أنا من ناحية شخصية، يعني أيمن ده من الناس الأصغر مني في العمر اللي تعلمت منهم كثير جدا، يعني ربنا سحلينا إنه كنا شركة في المشروع بتاع محور السودان الأعمال الناشئة، والواحد علم منه كثير جدا جدا. ده شباب من الشباب النماذج للنجاح،
وأنا أفتكر إنه أيمن ما استثناء في السودان ولا حتى في الاعتصام ده، إنما أيمن من الشباب اللي كانوا مصرين على النجاح وأخذوا أي طريقة يعني بصورة جدية ومشوا لقدام، فنتعلم منه. ودي فرصة يا إخواني زي ما قال إنه هيجي مرة تانية أو ثالثة، الناس تخمر في راسها كده ده أفكار بتاعت مشاريع الاعتصام ده ذاته. إخواني فيه كمية بتاعت مشاريع ريادية ممكن تتعمل. ستات الشاي جدل هنا دي الناس رياديين جو عرفوا إنه في ناس قاعدين صابيننا صبوها معاك وبطلعوا منك قروشهم صح؟ إلى آخره. الفحم عندي زميلي اسمه دكتور أسامة محمد صالح الله يذكره بالخير، أستاذ بتاع محاسبة في جامعة الملك فيصل، اشتغلنا سوا في الجامعة هناك. فبيقول إنه في ناس اتخلقوا موظفين، أنا بتكلم معاه مشاريع ريادة الأعمال قال أخي في ناس اتخلقوا موظفين بس ما بس موظف بس، قال لي عندنا واحد بيقول يا الله مطر الريالات نلم شوال الريالات بريالين لحاج محمد، يعني مطر هندي نازل ريالات هو ما داري لم ليروحوا داري لم بريالين الشوال لحاج محمد، فده عقلية بتاعت موظف بس. وقال لي في ناس تانين ربنا بيفتح بصيرتهم للعمل، فعندهم زول قال في السوق الشعبي بيجيب بوكس، البوكس بتاعه بيجيبه كل يوم الساعة 2 صباحا فيه شوال بتاع فحم بيولع الشوال ده كله، لكل ست شاي جاي السوق الشعبي بيبيع لها فحمتين بس مولعات جمر باتنين جنيه بس عشان هي تخطه كده توزعه في الفحم بتاعه وتقوم النار تهب. بالتالي الزول ده بيخلق قيمة جديدة، ودي هي ريادة الأعمال مش كده، بيخلق قيمة من شوال فحمه ده بيشتري ب 300 جنيه بيبيعه ب 800 جنيه من الساعة 2 للساعة 4 بينفض شوال فحمه ده بيركب بوكسي بيرجع بيتهم يومي على الله. فزول ربنا فتح بصيرته في انه والله في فرصة بتاع البيزنس في الحتة دي بس، بيجي بيعملها وبيمشي. ففعلا في فرص كثيرة حوالينا لو احنا عايننا فيها بصورة، وزي ما قال أيمن انه بتصغيل انت بالعلم وبالمعرفة وكده. وخلونا اخواننا من هنا من المنبر بتاع الباحثين السودانيين في محيط اعتصام القيادة العامة نفكر تفكير ريادي، وجنبنا ودي الناس المستشارين والعارفين والبتاع، أساس إنه لما تيجي الدولة المدنية كل واحد فينا يكون جاهز بمشروعه ومجهز دراسة الجدوى بتاعته ونموذج العمل وحيجيب قروش من وين والتمويل من وين. ودي حاجة أنا أوعدكم إنها ممكن تتعمل في المنصة دي. سقطت ما سقطت صابينا، سقطت ما سقطت صابينا. الله يديك العافية أستاذ أيمن يا، شكرا جزيلا لكم، شكرا لكم يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله.